بنفس نتيجة الشوط الأول الأهلي يحقق المراد ويهزم أبو قير للأسمدة 2-1 بعد أهداف لوليد سليمان في الدقيقة 14 من الشوط الأول. تسديدة رائعة لوليد سليمان يفشل الحارس في التصدي لها، ثم يضيف وليد سليمان أيضا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 25 ويحرز كيرماك الهدف الوحيد لأبو قير للأسمدة في الدقيقة 38. كابتن علاء، نقدر نقول إن الأهلي حقق الهدف بأقل مجهود؟ مبروك للنادي الأهلي طبعا، صعوده قبل النهائي وهيقابل نادي الاتحاد. والهدف مباراة أنت حصلت عليها أيمن، مظبوط، الصعود طبعا ده شيء طبيعي للنادي الأهلي الحمد لله. لكن دي هنتكلم على الاداء بشكل عام. الاداء بشكل عام احنا يعني كلنا بين الشوطين قلنا ان الاداء لازم الشوط الثاني يبقى احسن من كده، انت بادئ قوي قوي، لازم تحرز هدف ثالث ورابع، لو مش تحرز اهداف على الاقل يبقى متحكم في سير الشوط الثاني. لكن اللي حصل عكس كده، اللي حصل ان كميه الاخطاء زادت كتير جدا في الشوط الثاني بلا مبرر، مفيش حاجه خالص. ان فريق ابو قير اسمته حد ما كانش بيعمل عليك ضغط، ان في ناقص لعيب، يمكن قلتها بسرعه بين الشوطين ايمن، لكن لعيب زياده في كره القدم دلوقتي مشكله المشاكل بس تحت شرط واحد بس، ايوه، انك لازم تشوف مين الزياده ولازم تلعب كره سهله ولازم دايما تتحرك من غير كوره. الثلاث حاجات انا قلتهم دول محظوظ الشوط الثاني مع لعيبه النادي الاهلي. ممكن يبقى استسهال حصل ان خلاص في زياده لعب وهم 2-1، ان ابو قير الاسمده مش بقوه اكيد النادي الاهلي. بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن علاء، هو الشوط الاول احنا كانت السياده لينا طبيعي وجايبين جولين طبيعي، ومع ذلك هم قدروا يوصلوا لنا. يعني برضه الشوط الثاني لو انت لعبت على الاساس دوت ان احنا المتسيدين، بس ممكن هجمه، ما انا بقول لك ايمن تيجي فيك جول تبقى 2-2. بقول لك ايمن الشوط الثاني انت المفروض تنزل احسن من الشوط الاول، اخطائك تقل، الاستحواذ الكامل كان لازم يبقى ليك انت، تتحكم في الشوط الثاني، انت الزياده وانت الاحسن جماعيا وفرديا وكل حاجه، مع الاحترام الكامل لابو قير الاسمده. لكن بقول لك اللي حصل الشوط الثاني عكس، الوحيد اللي فضل على مستواه ومجهوده وكان عايز يأدي للاسف خرج مصاب وليد، دي اسوء حاجه حصلت مباراه النهارده. بتمنى يا رب ان شاء الله تبقى حاجه خفيفه ويبقى موجود ان شاء الله يوم الجمعه، لكن دي حاجة سيئة جدا النهارده، يعني عكننت عليك اليوم طبعا. ان وليد يخرج مصاب النهارده، لكن بتمنى ان شاء الله يلحق. لكن انا بقول لك الاخطاء يا ايمن، مثلا اما نيجي نتكلم في الكوره احنا بنتكلم في الحاجه اللي نشفتها، ايوه، ما ينفعش يبقى نشفت حاجه واحنا نتكلم في حاجه ثانيه، ما يعني انت حتى جمهورك مش هيحترمك. ايوه، فاما اجي نتكلم اخطاء كتير قوي في الشوط الثاني بلا مبرر، وده اللي يضايقك بقى لما ممكن تخطئ. اي لعيب في العالم بيخطئ، بس بيبقى تحت ضغط، في زحمه، في كده، لكن اخطاء النهارده غير مبرره. لو عملت احصائيه ايمن ممكن وائل يجيبها لنا، التمريرات المقطوعه النهارده الشوط الثاني بس، مظبوط، هتلاقي كم مهول، مظبوط، انك وتمريرات مقطوعه من غير ضغط ممكن يعني في مش كل حاجه هقولها تمريره خطا، لا، في تمريرات خطا بتبقى غصب عنك، صح. لكن تمريرات خطا غير مبرره كتير جدا النهارده، وده اللي افقدك النهارده السيطره على الشوط الثاني كله. وانت زياده واحد، اتفضل يعني، وانت زياده واحد كمان، ما انا بقول لك يعني زياده واحد في كره قدم كبيره، وانت طبعا الفروقات كبيره جدا مع النادي الاهلي ونجومه، المفروض يبقى انت الشوط الثاني ده تسير الشوط الثاني زي ما انت عايز بالظبط، امتى تسرع، امتى تهدي، امتى كل حاجه تعملها، لكن النهارده ما ينفعش ابقى انا زياده لعيب الشوط الثاني وابدا بالكور طويله، صح، ما ينفعش طبعا خالص، لازم يا جماعه لا، اللعب على الارض ودايما بص فين الزياده، هي الموضوع كله سهل جدا يا ايمن، شوف فين الزياده، بس لازم العين دي تبقى شايفه. ما انا ممكن انا الزياده أنا مثلا هاني الزياده، بس انا عامل كده طول الوقت فانا مش شايف هاني، فبضطر اعمل كره طويله. لا، لازم اشوف فين الزياده والعب عليه. الوقت البسيط قوي اللي وصلت فيه للجول حاجتين، مساحه فاضيه اتحرك فيها لعيب زي بادجي وتمريره سريعه، هات الفرص الشوط الثاني كلها كده يا ايمن، صح، مساحه اتحرك فيها صح والتمريره اتعملت صح كلها التوقيت، لكن غير كده التمريرات كلها مقطوعه فبتيجي عليك هجمه، ايوه هجمه مش خطر، لكن انا دايما انت بتبص للفريق الاعلى، ان انت بتحاسب نفسك انت اخطات النهارده كم خطا. انا مش بقول ان المباراه الحمد لله كسبنا المباراه وده طبيعي،
لكن لما اجي احاسب نفسي انا كلاعب على المستوى الفردي لازم احاسب نفسي كويس قوي طبعا. انا ليه اخطات النهارده وليه كنت النهارده كده؟ يعني في النهارده كام لعيب كتير قوي بدون ذكر اسامي هو ليه مستواهم كده؟ ليه ما مسكش الفرصه لما كان عادي بيتكلم اسامه ان فرصه وجات لك ويعني الفريق مش قوي قوي ممكن يحرجك والنتيجه حلوه قوي انت من 25 دقيقه ايه من 2-0 دي اكتر امنيه انت عايزها أيوة. من صفر ده انت خلاص كل حاجه بالظبط كل حاجه انت بتتمناها كلاعب كوره أيوة. موجوده في الملعب صح. ملعب كويس قوي اجواء كويسه فريقك ما شاء الله كله كامل كلكم نجوم كل حاجه بقت سهله و2-0 و10 لعيبه كمان زي ما اسامه قال كنا طبعا 3 و4 لان هو ده تفكيري ايمن أيوة. دايما لعيبه النادي الاهلي لما بتكسب 1 و2 وتلاقي ان في مثلا حصل طرد ولا حاجه لا 3 و4 و5 ويبقى شكل حلو أيوة. بس لكن حصل العكس العكس ده هنتكلم فيه خلال الاستوديو ليه اسباب أيه. لكن السبب الرئيسي اللي انا شايفه النهارده يا ايمن حاجه مهمه قوي في كره القدم قله التركيز طول ما انت مش مركز اخطائك هتزيد كتير قوي النهارده اخطاء غير مبرره لعيب كوره يمسك الكوره تلاقيه باصها مش لواحد من لعيبه النادي الاهلي ولوحده فدي قله تركيز استسهال المباراه وقله التركيز دي حاجه خطا لكن انا عاجبني النهارده اللي حصل كله عشان حاجه واحده بس طلع كل الحاجه الوحشه النهارده في مباراه النهارده ان شاء الله يوم الجمعه الكلام ده اكيد هيبقى في حساب مستر موسيماني ما يعديش حاجه زي كده ابدا ايوه استحاله ايوه في حساب جامد قوي ان ازاي كمل تمرير المقطوع ده يحصل النهارده هو شكله على الخط حتى ما كانش راضي بالظبط بالظبط كذا موقف بالظبط لان مواقف في كره القدم ايمن تضايقك انت كمدير فني كبير للنادي الاهلي نادي الاهلي نادي الاهلي نادي كبير لعيب الكوره ما يغلط يغلط بس ما يكون في مشكله لكن اخطاء ساذجه زي كده لا لكن في مكاسب على راي على كل الهدف اتحقق الهدف اتحقق الحاجات الوحشه كلها في كره القدم طلعت النهارده أيوة. وده انا مريحني انا لان ان شاء الله توصل الجمعه يعني عارف حريص جدا على كل حاجه مركز كويس قوي ودي اهم حاجه ان شاء الله قمه التركيز ده اكيد ولكن في حاجه كمان انا عايز اقول لك عليها يا كابتن علاء اعتقد ان ارضيه الملعب برده ما كانتش بالمستوى اللي هو ماشي يعني بيقول لك جامد جدا امطار كانت جامده جدا ماشي انا معاك على فكره بس مش في كل حاجه ايمن يعني في حاجات تاثر فيها في حركتك في وقوفك وكده لكن انا بلعب كره واقف وشايفك وبصي غلط دي مش ارضيه ملعب ارضيه ملعب وانت بتجري بتقف مره واحده بتتزحلق حاجه ماشي انا موافق لكن في حاجات غلط فيك انت في حاجات بقى يعني الملعب خبطت في واحد مش عارف ايه حاجات مش بتاعتك لكن في حاجات بتاعتك انت وعلى فكره ايمن مش انا بتكلم كده ان انا بنتقد عشان عايز انتقد لا انا بنتقد دايما عشان انا بدور على الاحسن الاحسن طبعًا ان طبعًا. انت لازم تبقى كل مباراه مركز فيها كويس قوي حريص ان انت ما تغلطش وحاسب نفسك الاول قبل المدير الفني يحاسبك لا صحيح وزي ما قلت لحضرتك ان احنا يعني مش ممكن الناس تكون بتتفرج على حاجه واحنا ننقل صوره ثانيه بالظبط خصوصا انت بص يا ايمن من احسن حاجه في القناه الحمد لله قناه الاهلي في كل حاجه المصداقيه بتاعتها احترامك للمشاهد ادام احترمت المشاهد اللي بيتفرج عليك تاكد هيفضل معاك ويسمع كل كلامك أيوة. لكن زي ما بقول لك يبقى في حاجه انت شايف كره القدم مش لغز الناس طبعًا. كلها بتتفرج والناس كلها بتفهم كوره كويس طبعًا قوي طبعًا. فما ينفعش يبقى الحمد لله احنا كلنا لا كباتن وفي النادي الاهلي بالظبط وفي قناه النادي الاهلي وبنتكلم كلام تاني لكن حلو لما ننتقد حتى لو في انتقاد لكن بهدوء وبناخد دايما كل حتى لو حاجه وحشه تاخد منها الحاجه الحلوه وللمصلحه اكيد بص أكيد ايمن طبعا عايزين مصلحه النادي بص ايمن احنا الحمد لله كل حاجه تخص النادي الاهلي وقناه الاهلي انت دايما بتدور على حاجه واحده بس فوق في السماء طبعا مصلحه النادي الاهلي طبعا انت دايما عايز النادي الاهلي في احسن في احسن حاجه حتى لو في اخطاء تتعالج وبسرعه على اساس تبدا ان شاء الله على يوم الجمعه انا بقول لك انا فرحان ان اخطاء النهارده حصلت كلها أي. انا موافق أي. على اساس ان شاء الله الجمعه تبدا حريص جدا على ان الكوره تطلع لواحد دايما أي. بس تركيزك يبقى عالي جدا وفي الاخر انت ما خسرتش حاجه النهارده بس صح. خساره بجد النهارده وليد ويا رب تطلع سليمه لكن تاهلك وصلت خلاص قبل الاتحاد ان شاء الله تعدي كمان الاتحاد وتوصل النهائي وتفوز بالكاس لان ده الطبيعه بتاع النادي الاهلي بعد كاس افريقيا ان شاء الله رب العالمين باذن الله رب العالمين كابتن اسامه الف مبروك للنادي الاهلي الاداء ما اتغيرش كتير عن الشوط الاولاني ولم نستغل النقص العددي للفريق ابو قير حتى الشوط الثاني احنا قلنا مش هيقدروا يكملوا ب 10 لعيبه الشوط الثاني كله ويمكن يقعوا على نص الشوط ولا حاجه ولكن فضل الاداء زي ما هو. مبروك طبعا للنادي الاهلي والجهاز الفني والحاجه الحلوه طبعا اللي حصلت النهارده ان احنا عدينا للدور قبل النهائي لان الكاس بطوله مهمه صحيح طبعا الدوري العام اللي احنا حصلنا عليه اهم وان شاء الله بطوله افريقيا اللي جايه لكن برضو الكاس بطوله مهمه واحنا اكتر ناس في تاريخ مصر واخدين البطوله ولازم نحافظ على الريكورد ده.
النهارده الاداء طبعا كلنا شايفين انه اقل من اللي احنا متوقعينه، ولكن مستر موسيماني برضو مغير في شكل الفرقه كتير. احنا قلنا اكيد هو لو بيلاعب فرقه مستوى اعلى من كده كان ممكن جدا الناس اللي نهوا زي أفشا، زي ديانج، زي الشحات، زي مروان كان ممكن يبقوا من بدري شويه او مزبوط. من بدايه اللقاء مزبوط. ولكن هو لعب بظروف احساسه وطبعا احساس المجموعه اللي معاه انه بيلعب فرقه من الدرجه الثانيه مستوى المنافس، فهو خد اللي هو عايزه اللي هو احنا كسبنا. واعتقد لو الامور كانت في ظروف تانية كان ممكن التشكيل يبقى غير كده. لكن اللي حاصل النهارده انه بنلعب بشكل واحد واحنا كسبانين 2-0 واحنا متعادلين واحنا لما جه فينا الجون. يعني انت كسبان بدري في الدقيقه 17 بعدين الدقيقه 26 2-0 ماشي، الجون اللي حصل فيك الغلطه اللي حصلت وجه في الشوط الاولاني جون، الشوط الثاني في استعجال قوي. انت قصدك على رتم الاداء. رتم في استعجال وانت كسبان. يعني انا ممكن ابقى مستعجل لو انا مثلا متعادل 0-0 او انا اقصد اي تعادل، يعني انت متعادل لسه وده كاس وانت عايز لازم تكسب، مش دوري عام يعني. لكن الشوط الثاني ما كانش فيه مبرر للاستعجال. يعني علاء قال انه احنا زياده واحد. احنا بنشيد باداء النادي الاهلي في المباريات اللي فاتت ان كلها اللعب فيه تحركات كتيره واللعب من لمسه ولمسه ولعبه وعلى الارض. انت النهارده زياده واحد وكسبان 2-1 والمنافس بعيد عنك في المستوى. في النهارده كم تمريرات كتيره خاطئ واستعجال. يعني بدون داعي في من الناس اللي ورا سواء من محمود احيانا سواء من السردباكين عربي. نلعب كور طويله لبادجي ورغم ان هم عاملين تكتل على ال 18 دي ما كانتش بتحصل في الماتشات اللي فاتت. ففي استعجال. الاستعجال هو عشان كده ده خلي بالك برضه الشوط الثاني نزل مجدي قفشه، نزل قفشه عشان يمسك كرة شويه في نص الملعب. مجدي قفشه من الاسباب انه نزل انه بيعرف يستحوذ، بيعمل من الناس اللي بتعرف تعمل استحواذ كويس على الكوره. وفعلا هو لما قفشه نزل وديانج يمكن مروان طبعا لعب 5-6-7 دقايق ما لحقش، الشحات برده ما لعبش زمن طويل قوي، لكن الى حد ما تحس بقت الكره يعني في الرجل شويه بالذات اخر 5 دقايق. الفرقه ابو قير طبعا كتر خيرهم انه رغم ان هدفين فيهم بدري انه يجيبوا جون ويلعبوا 10 ويحافظوا على هذا المستوى لنهايه الشوط، يعني ده كتر خيرهم ويعني الكاس يعتبر ادى مباراه جيده. لكن النادي الاهلي انا قلت لك العاملين اللي فرقوا كتير قوي الاستعجال والاحساس بالنتيجه، ممكن صحيح. جدا احساس ان انك انت كسبان والفرقه تاني واحد مطرود منها وكان في صربعه شويه. أي. ثانيا النهارده شويه العربي بدر ومحمود وحيد ما ساعدوش كويس في النواحي الهجوميه. هنتكلم عليها دي في الناحيه الفنيه لما نيجي نتكلم فيها. ماشي، لكن يعني ما كانش في شغل كويس في الاطراف بشكل كبير، معظم اللعب كان في العمق وكرات كتيره مقطوعه بدون داعي يعني. فمبروك للنادي الاهلي، والمهم ان احنا خدنا المكسب النهارده باي صوره، المهم ان احنا عدينا وان شاء الله بقى الاستعداد يبقى افضل للمباراه القادمه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل مبروك للنادي الاهلي، ولكن انت قلت في بدايه المباراه او قبل بدايه المباراه ان في لعيبه في الملعب لازم تثبت نفسها. ده حقيقه. لعيبه في الملعب لازم تحرج المدرب انها تكون جديره بانها تكون في مكان اساسي في الفريق. اكيد طبعا حقيقه. اللي اتشاف العكس. طيب. من بعض مش عايز اقول من كتر اللعيبه، لكن من بعض اللعيبه اللي هي عليها العين. بس خليني اخدك كابتن قبل الماتش. ماشي. لما اتكلمنا مع بعض وقلت ايه؟ المباراه صعبه جدا وللغايه، انا قلت لك. ايوه. مش علشان امكانيات الفرقتين، الاهلي بعيد عن الفرقه دي كتير قوي. فرقه ابو قير. بعيد. ولكن التوقيت بتاع المباراه ده اللي انا كنت بقوله لك.
بص يا كابتن، اي مدرب في الدنيا، اولا سؤال ليكو، عمر حصل فاينل افريقيا ما بين اهلي وزمالك قبل كده؟ لا دي اول مره طبعا. دي اول مره، واول مره تتعمل مباراه واحده كمان. ده واحد. عمر كانت مباراه واحده؟ لا لا دي اتنين. عمر كان بنلعب مباراه قبل المباراه دي؟ كان بيتاجل مباريات للاهلي او الزمالك قبلها في الفاينل، فكل الحاجات دي ما كانش في كورونا، ما كانش في حاجات كتير. عشان كده بقول لك يا كابتن، خليني اقول لك ايه، ان المباراه صعبه بتوقيتها. لا انت قصدك لحظه، انت قصدك صعبه علشان التوقيت، عشان ولا التوقيت. لا ماشي، في حاجه تانية، ولا التوليفه بتاعت النهارده مش ماشيه مع بعض؟ لا التوليفه بتاعت النهارده مش تركيزا في مباراه النهارده قد ما تعديها، وده الهدف اللي انت وصلت له. أي. انت عديته. انا كنت بقول لك اللعيب يثبت نفسه، لان اي مدرب في الوقت ده هيعمل الموضوع اللي عمله موسيماني النهارده، اللي هو تركيزه كله كان، شوف دايما بنقول المدرب بيبقى تركيزه في المباراه، لا الاحداث بتاعت يوم الجمعه احداث صعبه، احداث قويه طبعا كابتن. طبعا بس انا تحضيرك ليها، يعني احنا اتكلمنا وكابتن علي اتكلم على أسوأ حاجه كانت في المباراه النهارده، اصابه وليد سليمان. مزبوط. كل التفكير بتاع اللعيبه المهمه جوه الملعب في الاصابه، ان انا ما كنتش، يعني انا كنت اكتر واحد خايف عليه النهارده محمد الشناوي. يا كابتن عادل انا عايز اقول لك حاجه، انت قلت في كلامك دلوقتي، انت قلت الاجابه، انت قلت يعني اللعيبه المهمه كانت بتفكر تفكير اساسي في موضوع الاصابه، لانها عايزه تلحق مباراه يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله. انما احنا شفنا لعيبه مش هتلعب ماتش الجمعه، او بقدر الامكان هي بعيده عن مباراه الجمعه، ولكن ما شفناش منها اداء جيد. كابتن انا قلت لك المباراة بتاعت النهاردة، أي حد مكان فرقة النادي الأهلي اللي كانت في الملعب النهاردة ممكن يبقى الأداء كده، لأنه التبعية الأعصاب واحد، حتة إنك أنت كمان عايز تكون متواجد ممكن تكون حاجة عكسية. يعني الأداء لكن ده طبيعي بتاع النهاردة؟ لا مش طبيعي. لا طبعا لا مش طبيعي طبعا، ده اللي أنا بقوله. بتكلم يا كابتن في إيه؟ أنت الأداء مش طبيعي، لكن الظروف غير طبيعية. إحنا بنتكلم، أنا شخصيا أقفل عن المباراة دي خالص، حتى ما خلاص هي بعد المباراة كده طبعا. ده يعني اللي أنا عايز أقوله إيه؟ اللي أنا عايز أقوله دي، بص يا كابتن أيمن، دي مهمة جدا عايز أقول لك عليها. إحنا كمتفرجين وكمحللين لنا دماغنا، ماشي. كمدير فني وكإدارة كويس ليها دماغنا، بمعنى هدفهم زي هدفنا كويس. طبعا احنا عايزين نبقى الافضل، وعايزين نبقى الاحسن، وعايزين 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 وعايزين، لكن في اوقات جل الاحسن. حلو. في انا دايما ابقى واقعي، انا عندي اهدافي، يعني مثلا ممكن اعمل مباراه كامله عشان لاعب كويس. يعني انا النهارده سعيد بايه؟ سعيد ان رامي خد وقته. أي. سيبك من الفنيات، انا ما بتكلمش على فنيات. أي. انا بكلمك على كم جري طلع سليم، دخل يلعب كويس. ياسر ابراهيم خد وقته، لعب فترة من الفترات كويس. يعني في لعيبة أنا متخيلها، حتى مجدي قفشة لما نزل إحنا قلنا إن هو اتعور قبل كده، وغرزة ولا مش غرزة، وبالحمد لله أو بدأ لعب في الآخر. الراجل عمل إيه؟ في الآخر الراجل عمل إيه؟ حلو أوي الجول ده بتاع وليد. أه بصراحة حلو أوي أوي. أنت فاهمني يا كابتن؟ أيوة كابتن. في الآخر الهدف إيه؟ الهدف ماشي. أنا أحيانا باجي في الآخر، باجي في آخر المطاف، آخر المباراة، أقدر أقول لك ان النادي الاهلي وصل لدور الايه؟ الاربعه. ده مهمه صح. قويه. بس انا كمدير فني، انا كمدير فني لازم استفاد من الاخطاء اللي حصلت النهارده. كابتن هو صدقني هو مش باصص على مباراه النهارده، اسمع مني، هو عاوز يعدي مباراه النهارده. انا عدي مباراه النهارده، انت عارف يا كابتن ان انا ممكن ما اتكلمش في اخطاء مباراه النهارده خالص، عارف ليه؟ عشان انا عندي مباراه مهمه. أيوة. انا هتكلم في اخطاء ولا ادي فكره المباراه للناس اللي هيلعبوا؟ يعني هسيب خطا زي اللي جه فيها النهارده؟ مش هسيب الخطا يا كابتن، ما هو انا عايز اقول لك حاجه، انا احيانا ان انا اعدي الخطا في وقت ممكن اسيبه لوقت اخر، لان لو عدلت خطا في وقت انا ممكن انزل ثقه اللعيبه. في فكر كده؟ لا لا لا، بس هو عادل، هو نفسه عادل، عادل، يا عادل لاعب النادي الاهلي، وانا بصحح يا كباتن النادي الاهلي. لا يعني هو حتى في الجون يا عادل، انت لعيب النادي الاهلي هتلعب فاينل افريقي يا عادل، انت لعيب النادي الاهلي هتلعب فاينل افريقي، وهتلعب الزمالك كويس، هتلعب مباراه صعبه. فانا دلوقتي اجل كل حاجه، لان الفكره بتكمن في ايه؟
خطيت مباراه النهارده ارميها وبعدين نتكلم في اخطائنا بعد المباراه، لاني انا متاكد تماما ان في مش اقل من 9 هيبقوا خارج الملعب. لا مظبوط طبعا، بس يا حاجه لازم اصحح اخطائي. ايمن هو مستر موسيماني نفسه ساعة الجون لما جت اللقطة واحنا كلنا اتكلمنا فيها راح للاحتياطي بيقول لهم على الوقفة اللي كانت واقفة وبيعدل لهم بجسمه وهو بيرجع ازاي، بيقول لهم وقفوا ازاي. ده طبيعي، ده مش معناها لا سؤال عاوز اكمل بس حتة فكرة بس قول. انت بتتكلم كلام صح طبعا، بس يعني انت مش معناها. انت مستر موسيماني بكرة انت رايح تعمل ايه بكرة في النادي الاهلي؟ انت عندك تمرينة تعمل ايه؟ عندك تمرين هتعمل استشفى المجموعه، وعندك ملاعيبه وعندك لعيبه ما لعبتش انا بعمل لها تمرين، وعندك فكره هلعب بيها في الفاينل بشتغل بيها، ما عنديش وقت ان انا هتقول لي الاخطاء دي ممكن اصلحها مع اللعيبه. هم اللعيبه اصلا الموضوع منتهي، اخطاء دي فيديو وهيتفرج عليه بدقيقه ولا دقيقتين وهيكلم اللعيبه. ماشي، مفيش مشكله. ماشي، انا المهم رحت لايه؟ هدفي ماشي، ده موجود لنا متفقين. ايوه من عارف، بس انا بتكلم في لا يا كابتن، انا بتكلم محدش مختلف ان انت احنا قلنا فكره ثانيه. النادي الاهلي عدى المباراه يا كابتن، بس من وجهه نظري اقفل مباراه النهارده، ما خلاص ما اتقفلت. انا بتكلم عليهم هم كجهاز، هيقفلوا وهيشتغل. انا كمان كمحلل، انا اقول لك حاجه من وجهه نظري، انا كمحلل انا كمان اقفل عليها، لانه ده في الغير العادي. استنى لحظه يا كابتن، لحظه واحده، انا عايز اقول لك حاجه. احنا لعيبه كبار دلوقتي في النادي الاهلي، وحتى لو لعيبه كبار بتغلط، اذا كان لعيبه في ريال مدريد، في برشلونه، في المان يونايتد، في ليفربول، بيخطأ طبعا. انا كمدير فني لو انا عندي خطا لازم اعالجه. شغلك اللي هيأثر بالسلب على اللعيب لما انا اعالج له خطا ده، بالعكس ده انا عايزه يبقى احسن، انا عايزه يوصل لهو دلوقتي. كابتن عادل، انا عايز اقول لك حاجه، اقول لكم حاجه سريعه. هو اللعيبه اللي دي بيتحصل بتصلح خطاهم بايه؟ عادل خلاص فيديو، انا كذا طريقه ماشي. ولا فيديو ده واحده بس يا جماعه، بس ده دور مدير فني. بس ثانيه واحده بتكلم صح على فكره، يعني اصل الاخطاء دي مش لازم اعمل لها فيديو محاضره وكده. من خلال ترتيب المباراه او استعداد المباراه، من خلال بدخلها انت فاهمني؟ يعني يا جماعه انا بستعد مباراه ومش عارف اتكلم مثلا مع ياسر ورامي او حد او ايمن اشرف وبحضر ناخد بالنا الخطا اللي حصل. بس لكن مش هتبقى، لكن ما احطش عليه سبوت قوي. لا 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 ما بنقولش كده، لا ما حدش بيقول كده. بص عادل، ما بنقولش كده. المبدا ايه عادل؟ توصل ان شاء الله مباراه الجمعه، واكيد طبعا مستر مسلم ايوه تمام، توصل مباراه الجمعه ذهنك ده صافي خالص، اعلى تركيز، ما عندكش غير تفكير واحد بس في النهائي وازاي تكسب. مركز في مباراه بس، أيوة كل حاجه ورا ظهرك، وده صعب قوي النهارده. أيوة المباراه النهارده تقيله، ما عادوا الا على دوتها غير زي ما انت قلت. انا مش بتكلم على التوقيت، ما هي حاجه كمان مهمه يا ايمن او عاد، مش غير سيدنا وليد النهارده لازم ما عاد الراجل بيفكر في كذا حاجه. بص ايمن، بص تعمل الماتش، لان انت بقالك فتره كبيره انا بلعب في الموقف ده كمدرب في اكتر من مره. مستر موسيماني النهارده ما كانش بيفكر في مباراه النهارده بس. ايوه برافو، بدليل ايه؟ ده اللي اتكلمنا عليه. بيقولوا عادل دلوقتي أيوة في حوالي 7-8 في الملعب يا كابتن، صح، بيلعبوا النهارده بس هو عايز ياخد الخطوه زي ما اسامه قال في بطوله بتاعه النادي الاهلي. مظبوط، انت بص الرقم بتاعك 36 بطوله، دي حاجه منتهيه. مظبوط، وفي نفس الوقت بيحاول يشوف عناصر تنفعه في المباراه القادمه، صح، يوصل لمباراه الجمعه، صح، زي ما كان عادل بيتكلم واسامه دلوقتي. اهم حاجه مركز في الجمعه، مفيش ضغط على لعيبتك. ايوه، داخل المباراه هدوء، ده اللي انا بفكر في حاجه واحده بس، احنا ده اللي قلناه. ان شاء الله تخلص يوم الجمعه وانت شايل الكاس باذن الله، بعيد عن كل حاجه، حتى الاخطاء اللي كان بيتكلم عليها عادي دي، من خلال استعدادك للمباراه. كابتن، بدليل النهارده حصل ايه؟ كابتن علي اتكلم كلام مظبوط 100%. بدليل النهارده حصل ايه؟ انت اتفرجت بعد المباراه ايه اللي حصل؟ الجهاز الفني عمل ايه مع بعضه؟ انت مع احترامي، انت كسبت 2-1 وواحد مطرود من عندهم، كل حاجه، لكن صعوبة المباراة ان الجهاز الفني راحوا يهنوا بعض قوي. مزبوط. عارف بيهنوا بعض قوي ليه؟ أي. عشان الشناوي ما تعورش، علشان قفشه نزل وطلع سليم، علشان ده طلع سليم، عشان الفكره كلها، عشان التخطيط، وانت حققت الهدف خلاص، وصلت للدور الاربعه. أيوه. صعوبه يا كابتن. مزبوط. بص، لما تقع كباتن كبار، مدربين كبار وقعوا اكيد في الموقف ده كتير، لكن لما تقع في الموقف ده وانت بتتكلم على فاينل يوم الجمعه وقريب، وانت النهارده السبت عندك مشكله كبيره، ومع الزمالك عندك مشكله كبيره. مشكله، عشان كده بقول لك
احيانا، والكابتن علاء فهم كلامي، احيانا عدي الاخطاء ما تتكلمش فيها حتى ما هو قال لك دخلها جوه، حتى ما من الناحيه النفسيه انت عارف بنعمل ايه لما يكون ماتش صعب زي الاهلي والزمالك ده لوحده قوي وفاينل افريقيا لوحده قوي. انا الاسبوع ده ما بمرنش، انا الاسبوع ده بفضل اخرج اللعيبه بره اطار اللعب والتدريب، وانا مش اخطاء ومش فيديوهات، ده انا اعمل فني. انت بتلعب على النواحي النفسيه طبعا يا كابتن، لان مختلفه يا كابتن عادل، الناس بتختلف شخصيه اللاعب اللي انت هتتكلم معاه، اذا كان هيقدر يستوعب الكلام اللي انت هتقوله. في لعيب ممكن يستوعب وفي لعيب ممكن يتقلب عكس. احنا لعبنا فاينالات يا كباتن مع فيصل لو فاكر يا كابتن، مع فيصل. انت بص يا هاني تتعامل مع مجموعه لعيبه ما شاء الله، قعدنا 30 دقيقه نتمرن بس، مين فيهم ما لعبش قبل كده نهائي بطولات قبل كده؟ كلها جامده جدا، هي بس الاختلاف اللي فيها انها تلعب الزمالك، والزمالك والاهلي ده بطوله خاصه. لكن مين ما لعبش نهائي في الفرقه بتاعه النادي الاهلي ونهائيات جامده جدا، كلهم ما شاء الله واخدين بطولات كتير. ها كلهم تقريبا، لكن بقول لك ايه، بس المباراه الصعوبه، ايوه الصعوبه فيها انك بتلعب الزمالك وانت بينك وبين الزمالك دايما تاريخ طويل جماهيريا، وبتتكلم وهي دايما الاهلي والزمالك، وكلنا لعبنا مباراه الاهلي والزمالك تبقى بطوله خاصه طبعا. فانت بتتكلم في بطوله خاصه وبتتكلم في بطوله افريقيا اللي انت بتتمناها وعايزها باي طريقه، وان شاء الله تحصل يا رب. هي بس حته الاستعداد لمباراه من الناحيه دي هاني، لكن كل اللعيبه كلهم لعبوا نهائيات فما عندهمش مشكله في صحيح. مش يعني مستر موسيماني مش هيلاقي مشكله ان هو يحضر فرقته يوم الجمعه، الموضوع ده منتهي تماما طبعاً. لانه طبعاً اكيد اسامه هو من النهارده او من النهارده او من امبارح هو اوريدي 90% من التشكيل، عامل معسكر مغلق من يوم الاحد كويس، لان هو بس ايمن هو طبيعي زي ما كان عادل بيتكلم، هو 90% من التشكيل هو انتهى تماما، هيبقى مثلا لعيبه او حاجه اسامه مركز، لكن هو خلاص الفكره بتورط في دماغه ومتخيل التشكيل ومتخيل طريقه اللعب ويبدا يشتغل لحد يوم الجمعه ان شاء الله. معلش اقول حاجه بعد ما الكابتن علاء قال الكلمه دي، يعني احنا دلوقتي لما بنيجي نلعب مباراه احنا بنعمل دوافع للعيبه صح؟ أي. انك تعمل له دافع انك انت لازم تكسب لازم تعمل، لا دي مباراه الدافع موجود اصلا، انت لازم تقلل دوافع اللعيبه، بمعنى انك انت تبعد شويه عن دماغهم لانك ما تضغطهمش، او اولا فاينل افريقيا في مباراه الزمالك حاجات كتير قوي انت لازم تبعده، بطوله غايبه عنك بقالها خسرت لقد فاينالين قبل كده سنين. فانت عندك مشكله هو بيوريهم اخطاء، دي اللقطه اللي قلنا عليها ده مش معناه عادل كده ان هو بيضغطه، هو بيوريه انا يا كابتن انا خلاص انا قلت لك انا دي في المباراه بيقول للناس اللي بره، لكن اول ما يخلص المباراه وسلموا على بعض خلاص، شفت هم راحوا سلموا على بعض، احنا النادي الاهلي عمرنا ما سلمنا على بعض واحنا بنكسب زمالك، لكن انت بتسلم دلوقتي ليه؟ الفكره بتكمن في انك انت عديت المباراه النهارده بخير، لا اي ماتش بتكسبه عادل، اي ماتش كابتن عادل، اي ماتش بتكسبه هتهني نفسك عليه، لا 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 لا، يعني انا اقول لك حاجه، لو ما فيش فاينل يوم الجمعه ما كانش هنوا نفسهم عليه. عارف ليه؟ لان ادائك ما كانش كبير. لكن انا بكلمك في نقطه ثانيه يا كابتن، ابعد عن الوقت ده عن اي حاجه تعطلك عن المباراه، حتى لو تصحيح خطا ممكن بعد المباراه ممكن تجيب لنا اللقطه تاني بتاعت مستر موسيماني وهو بيتكلم، هل هو كان بيتكلم مع اللي بره بس ولا كان عنده شك ان الكره ممكن تكون فيها تسلل؟ فيها تسلل هو كابتن، كابتن انا اشك ان هو يتكلم يصلح خطا على لا لا مش بيقول لهم اوفسايد، لا ما بيقول لهم موسيماني مدرب، لا لا بيقول لهم لا 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 بيشرح لهم الوقفه، بيشرح لهم على الوقفه، كلام على الوقفه ما ينفعش، عارف هو مش عارف يا اسامه هي المشكله، بس ما كانش مستر موسيماني اللي هو مش بيتكلم على بيتكلم والله ما بيتكلم على بيتكلم على الهدف بيتكلم على الهدف، المشكله ان الموقف ده بيتكلم مين بره، بيتكلم مين الاحتياطي بره عندنا في المدافعين، بيتكلم على الوقفه ايمن اشرف ودايما يا اسامه، اسامه دايما المشكله الهدف ده اتكرر فينا مباراة الزمالك ايوه نفس برضه كرة عرضية التغطية العكسية بتاعت زيزو بن شرقي هي بس ما كانش موسيماني على فكرة، لا لا ما كانش موسيماني، انت فاهمني؟ لكن هو الراجل بيعترض على واحنا اتكلمنا فيها على فكرة من شوطين على الوقفة نفسها وقفة وان انت مش شايف دايما، لكن هو بيشرحها بره يا جماعة، هي مش الموضوع مش موضوع إظهار أخطاء، زي ما بقول لك أنا من خلال تحضيرك للمباراة هتروح مدخل حصل كذا، يعني مثلا طبعا طبعا كميه البساطه المقطوعه النهارده يا عادل اكيد هو بيحضر المباراه هيتكلم يا جماعه ما ينفعش ان كان يبقى لوحدك وتقطع كوره منك في اللعيبه اللي هي هتبدا المباراه، انت ما فاهم كلامي وكابتن في حاجه كمان يا كابتن علاء، بتختلف برضو طريقه التوجيه بالظبط طبعا،
أيوة. بتختلف يا كابتن ايمن، يعني بتختلف جدا في توجيه اللعيب. ايمن ايمن هتبعد عن كل حاجه. انا عايز اقول حاجة، انا هبعد عن كل بتختلف حاجه. بتختلف برضه، بتختلف من مدرب لمدرب. لان انت لو تفتكر يا كابتن علي، كابتن مستر مانو جوزيه كان بعد ما بنكسب بطوله او بنكسب ماتش ما كانش بيتكلم في اخطاء بعد الماتش نهائي. كان يقول لك خلاص دي صفحه اتقفلت، نركز في اللي جاي. لكن اعتقد ان مستر موسيماني مش من النوعيه دي. لا، نوعيه ان هو بيحب يتكلم كتير في الاخطاء، بيحب يصحح كل حاجه. اه بالظبط. حتى خد بالك هنا كمان مش في كان جوزيه في مش جوزيه كان في المحاضره، محاضره المباراه يعني. واحنا نازلين على المباراه لما في خلال الكلام ايمن كان يتكلم على وحصل خطا كده، انت فاهم. لكن ما يركز عليه. حلو، انت فاهم. ماشي، كمل هنا كمل هنا. لا بقول لك يعني، هو مثلا مستر جوزيه لما كان بيبقى عارف ان في خلل او في خطا حصل في الماتش اللي فات، حتى في التدريب ما كانش بيركز عليه شويه؟ اكيد كان بيركز، بس زي ما كابتن علاء قال ما بيبقاش هو حاطط السبوت على الخطا. اه طبعا، لا ده عادي بيتكلم عليه في النورمال اللي هو العادي. ان انت بس برضه علاء مش طول الوقت. انا بقول لك اوقات، في اوقات، في اوقات كان في لعيبه معينه كان ادائهم لا والله وسط الفرقه في اوقات كان في لعيبه بتعمل حاجات او شكله وحش. كان ساعات بيتكلم بعنف جدا معاه في الطبيعي ساعات. فهي انت فهي مختلفه مش في الفاينل، من وقت لوقت ومن مدرب لمدرب والتوقيت ايه صح. وفي واحد لما بتشد عليه بيتعدل، في واحد لو شديت عليه مش هتلاقيه. فهي في اوقات كتير جدا كان حتى في بين الشوطين كان صوته بيبقى قالب الدنيا. ايوه صح. ومع نجوم على فكره بالنسبه أيوة لاسامه أيوة كبيره جدا صحيح. لكن زي ما كان انت كلمت اسامه وعادل، هو انا اعرف انا بوجه مين. ايوه صح، ده مهم جدا صح. على فكره هو كان عنده، هو عنده مبدا كده ما كانش بيقوله، انت بقيت نجم كبير قوي فانا هعنفك على قد نجوميتك. ده حقيقي. مزبوط. لانك انت نجم كبير، اخطائك لازم تبقى خايف عليها. ويا ايمن غير ما معاتب واحد لسه طالع يا عادل، انت فاهمني. فهو كان النجم الكبير لما يغلط غلط يعني ساذج. مظبوط. العنف بتاعه في بين الشوطين او بعد المباراه كارثه. عشان انت نجم. مزبوط. النجم على قد نجوميتك على قد ما انا حاسبك. يعني النهارده مثلا ما اقدرش احاسب احمد نبيل كوكو على ماتش النهارده، ولا عربي حتى اخطائه كان باصل، ما اقدرش احاسبه لان هو لسه بيحاول. انما النجم كبير، لا انت بقيت نجم لازم تتحاسب على قد نجوميتك. صح صح. هو هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن هاني، برغم الاداء ولكن الهدف اتحقق وده المطلوب. بالظبط يا كابتن. بيبقى في ماتشات كده يا كابتن، ماتشات الكاس بالذات. اه بالظبط بالظبط. في ماتشات كده بتبقى جايه في اوقات اللي انت عارف ايه، عايز تاخد 3 بونت وتجري، عارف يعني عايز تكسب وتجري. عايز تكسب وخلاص. عايز تطلع بقليل الخسائر زي ما كلنا كنا بنتمنى النهارده. طبعا بغض النظر عن اصابه وليد، طبعا بنتمنى له ان شاء الله تكون حاجه بسيطه، لكن ان احنا الحمد لله خدنا اللي احنا عاوزينه من المباراه. مباراه واتقفلت زي ما قلنا، نبدا نركز ان شاء الله. الراجل عنده 6 ايام يقدر ان هو يشتغل كويس قوي على العامل النفسي والعامل البدني والعامل الفني، ويقدر يشتغل كويس قوي الفتره دي على اساس ان انت هتبقى جاهز ان شاء الله لمباراه نادي الزمالك. اللي المباراه دي هتفتح لك حاجات كتيره يا كابتن ايمن، هتفتح لك عندك، هيبقى نهائي، تلعب سوبر، تلعب سوبر افريقي، هتلعب سوبر مصري، بعدها داخل على كاس مصر، فهيبقى عندك حوالي 4 بطولات ان شاء الله. ربنا يكرمك باذن الله وتحاول ان انت تاخد الاربع بطولات كلهم ان شاء الله. طبعا الاداء، كلنا اتكلمنا النهارده عن الاداء الفرقه، مش عايزين نتكلم كتير في اخطاء لان مش عايزين برده نبقى يعني نتكلم بسلبيه او حاجه، لكن في حاجات لازم برده بنتكلم فيها. كما كلنا اتكلمنا على الخطا بتاع الهدف اللي دخل فينا، خطا يعني متكرر. أي. خطا متكرر حصل قبل كده كتير واتكلمنا فيه قبل كده في الاستوديوهات اللي فاتت. لازم احنا برضو نتكلم، ولازم اللعيب برضو لما بيتفرج على علينا او على الاستوديو التحليلي لازم يبقى فيه احنا حاجة. ممكن نحلل الاهداف معانا. تمام. يعني ده الجول الاولاني لوليد سليمان، ممكن نجيبها من الاول بعد اذنك. والجول ده لمس حد؟ انا مش عارف، انا حاسس ده لمس حد دار واحد، بس مش عارف، مش عارف، مش قادر احكم عليها. لا لازم تيجي اللقطه من ورا. لمسه دار واحد يعني، مش لما يعني لا كده مش طب هنشوفها تاني. بص في ده ليه ده ظهره؟ لا ما استلمت، لمست. لو جت من ورا هتلاقيها يا دوب لمست فيه، بس هي ما غيرتش اتجاهها. بدليل ان الجول برضه واقف في نفس الزاويه. ايمن ما لمستش لمسه جامده يعني، يا دوب يعني حكت جسمه كده.
في بص بس هو لبس في وش رجل وليد ده الوقت. ده هو بيلف بيها كده لو اتعدد من ورا ممكن تبقى لا والله يعني. بس هي طبعا الفكره حلوه. اتفضل يعني اتفضل يعني وليد طبعا كالعاده يعني بيبقى موجود في الاوقات الحاسمه بالنسبه لمباريات النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. النهارده بس في مشكله يا كابتن ايمن ان احنا النهارده اللعب دايما كان كله في العمق وده اتكلمنا فيه. برضو التحرك ده كويس قوي. التحرك كويس طبعا كويس لكن ما ينفعش طول الماتش تلعب على لازم يبقى في عندك بلان واحد بلان اثنين تلعب عليه. النهارده ما شفناش الباكين بتوعنا خالص ان هم بيتقدموا اسكان العربي او اسكان محمود وحيد. محمود وحيد مش عارف ممكن يكون الراجل اللي متفق معاهم على ان هم ما يزيدوش كتير. لكن طبعا كان نفسي النهارده باجي يهدف. النهارده جات له كذا واحده النهارده كان ممكن ان هو سوق انا عصبي تحس ان عليه ضغط مشدود. لا في حاجه ايوه هو مشدود تحس كده برضو ان هو فقد الثقه شويه مشدود وعايز يجيب جول بس عصبي قوي بالظبط يعني الراجل حتى من ساعه ما الراجل جه يعني الراجل مش عايز اقول بعده لكن هو بيعتمد على مروان اكتر منه. لكن النهارده انت راجل المفروض ان راجل محترف لازم تبقى موجود في اني تايم في اي وقت تبقى موجود لازم تلعب وتادي لان انت بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي فرصه مش هتجيلك مره او لو جات لك مره او الثانيه مش هتجيلك الثالثه يعني النادي الاهلي انت عارف لما تكون محترف جاي النادي الاهلي لازم تبقى على قد المسؤوليه لازم تبقى انت جاي اضافه وتكون اضافه كبيره للنادي. لكن طبعا بنتمنى له التوفيق طبعا الفتره اللي جايه وبجي من اللعيبه اللي امكانياتها كويسه والراجل ممكن يستغله في ماتشات كتيره. عايز بس اقول حاجه يا كابتن النهارده انا يعني شابوه للكابتن احمد الكاس بصراحه الراجل عمل مباراه هايله جدا قصاد النادي الاهلي بيلعب النادي الاهلي فريق كبير والنهارده خسران 2-1 وهو مطرود منه واحد من الدقيقه 24 اللي هو ابراهيم ريعو ولحد اخر دقيقه في الماتش يعني كان ممكن ان هو يسجل في النادي الاهلي لكن شايفين ثبات في الاداء من اول الدقيقه حتى بعد الطرد ما شفناش تاثير للشكل بتاع النادي فرقة ابو قير. ده الجول الثاني ضربة الجزاء يعني ضربة جزاء واضحة تماما يعني مفيش عليها كلام. فعايز اقول الكابتن كاس عمل يعني عمل مباراة بصراحة يعني بشكره عليها وبقول له انت ان شاء الله باذن الله يعني السنة الجاية تعمل فرقة كويسة وتقدر ان انت تنافس طبعا وهو على فكرة برغم الخسارة انما يعتبر الأداء والنتيجة مكسب لأحمد الكاس النهاردة. أكيد طبعا أكيد أنت بتلعب فرقة كبيرة زي النادي الأهلي وبتلعب لعيبة كلها أسماء كبيرة وعملت أداء النهاردة مشرف بصراحة فطبعا بس لازم ده تصرف غريب جدا من ثيرد باك ده عدم تركيز يعني ده عدم تركيز أو مشكلة كان عنده انذار قبلها هنا دي مشكلة كبيرة جدا كمان يعني انت راجل عندك يعني انذار قبل كده وبتعمل حركة زي دي تبقى عارف يا كابتن علي بتبقى حاجة لا يرضية يعني بتجي لك كده في جزء من السنة يعني انت بتاخد قرار هو كمان طول بجهي مخوفه فرد فعله عارف انت لا ارادي عارف لا تحس ان هو خايف من طول بجهي فطبعا بتبقى طبعا عدم خبرات بتبقى عدم خبرات طبعا من لعيبة الدرجة الثانية يعني. لكن طبعا عايزين نقول مبروك للنادي الاهلي النهارده شفنا برضو حاجه احنا من مكاسب المباراه طبعا احنا يمكن كلنا زعلنا على وليد سليمان ولكن بيقولوا ان هو عنده اجهاد في العضله الضمه فعلا وبكره هيتعمل له فحص من الجهاز الطبي يعني الحمد لله يعني يا رب تكون بسيطه طبعا ان شاء الله يا رب الضمه يعني في خلال يومين او ثلاث ايام ان شاء الله يبقى كويس لو اجهاد في خلال يومين او ثلاثه ان شاء الله باذن الله وليد من اللعيبه الاساسيه طبعا واللعيبه المهمه للنادي الاهلي ان هو ممكن يغير لك مجريات المباراه في اي وقت بينزل فيه وزي ما احنا شايفين النهارده بص في البنالتي يعني كمان بالرغم من حارس المرمى راح معاها الا ان وليد شاطها جامد جدا في زاويه صعبه قوي كره اسرع دايما يعني كره اسرع طبعا وليد اكيد يعني خبرات السنين اللي عايزين نتكلم على الجول ده هات لنا الجول ده من الاول لو سمحت هات لنا الجول ده من الاول لا احنا بنتكلم على الوقفه بس انت عارف يا كابتن هاني المشكله في ايه زي ما قال مستر موسيماني انت عارف ان هي لو اول مره مش يعني ممكن نعديها لكن دي ماشي ابتدي بس اقف هنا بس ايوه لا ايوه كده بالظبط ثواني كابتن بس انا عايز اقول حاجه ماشي. ما ينفعش السرد باكين يبقوا معديين الباكين بتوعه ده اول حاجه هي. تاني حاجه مفروض الراجل جاي من ورا عربي بدر ما ينفعش يبقى الراجل وراك كده ما ينفعش يبقى انت بتديله ظهرك لازم على الاقل تديله جنبك تبقى مش شايفه لا بص هو بص لا رجعها شويه هو شافه بس بعد كده بعد ما خد الاستارت لا سرقه لا هو شاف يعني العربي بدر بص له نرجع شويه ارجع شويه بص له بس خطا العربي بص لا بص ارجع كمان ارجع كمان ارجع كمان لا هو بص له ولمحه بص في اللي جايه لمحه يا اسامه بص بقى العب بقى مشيها هو لا هيبص له كمان بص هيبص له بص باصص له بس بعد كده
ما كملش. المفروض ان الستارت بتاعه يبقى سابق، يعني انت بصيت له لازم خدت بالك قبل المهاجم. اه طبعا هي الكره خدت نظره اكتر يا اسامه. يعني خلي بالك يا كابتن علاء، لو الكره كمان خدت نظره اكتر لازم اروح للكره اسبق قبل المهاجم. ايوه ما هو هو اعتمد على بس هو الحاجه الثانيه معتمد ان في اثنين واقفين يعتمد على الاثنين الزياده. أيوة. اهم خطا انا من وجهه نظري شايفه انك انت باصص على الكره بس، ده واحد. اثنين المساحات اللي هي ما بين الاربعه مش منضبطه بس هنا اثبتت في الحته دي برضو. انا عايز تعليقك يا كابتن عادل اللي هي اللي احنا كنا اتكلمنا فيها على تواجد الاربعه في الجزء ده مع لعيب اللي مع الكوره دوت. هل خش على اتفضل طب خليني بس اقول لك الاول ان انت دايما بتبص على الكوره كمدافع. انت فاهم لا 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 رجعها ورا، لا انا عايز الكوره دي يا كابتن عادل لو سمحت. لا ان ممكن نرجع تاني بعد اذنك. لا ده الجون يا كابتن. ايوه ماشي ماشي. بص يا كابتن ايمن عايزها من النص. اهم ما في الموضوع في الامر ايه يا كابتن؟ النظره واحد، المساحه اثنين. ايوه انت بتتكلم على الوقفه اللي هي انت بتتكلم ان في اثنين واقفين على خط واثنين على خط. كويس. خد باكين والباكين خطوطهم ابعد منهم. ماشي. هم اللي طالعين واحد. انت لما بتيجي تعمل الخطوات مثلا ما بين الاولاني والثاني يجي 15 يارده، الثاني للثالث حوالي مثلا 10، الثالث 5 اللي هو العربي وقابله ياسر ولا مين رامي ولا ياسر. عادل انا المسافه مفيش فيها مشكله. بص انا لا بص انا لا المسافه مفيش فيها مشكله. لا بص يا المسافه بتاثر. ما هو مفيش اصلا التغطيه مفيش فيرود يا كابتن عشان كده هم يعني. بص من هنا من هنا من هنا من هنا. بص يا قصدي يا كابتن عادل هي بدايتها بدايه خطا من هنا. ايوه بالظبط. بص يا كابتن هاني انا بقول ايه؟ الهجمه تنتهي هنا. تمام. بدايه الهجمه تنتهي هنا. بص يا كابتن اول خطا يحصل انت لازم الخطا الثاني تعوضه. كويس التاني ماشي تعوضه. الخطا الاولاني المفروض ان هو الكره تنتهي من نص هنا. الملعب تمام. انت بتتكلم هتنتهي ازاي؟ فاول تكتيكي صح. او قطعه اول حاجه او قطعه او فاول تكتيكي. طيب خلاص انا الاهم بقى في مشكله عادي الاهم في مشكله معلش خليك تكمل. الكره اللي فاتت دي في ثلاث لعيبه داخلين داخلين مظبوط. عارف مين من الثلاثه الاثنين ارتكاز بتوعك بالظبط اللي هو احمد كوكا بالظبط. بص هنا بقف هنا بس بالظبط بالظبط. الثلاث دول يا عادل فيهم حمدي وفيهم احمد كوكا. يعني الارتكاز بتاع نص الملعب بتوعك عشان كده المساحه الخضراء دي كلها مفيش حد واقف فيها. وده اللي انا عايز اقوله لك بدايه الغلط بالظبط. هي تنتهي من هنا. هي خلاص انا يا كابتن ما انتهتش من هنا. انتهى الموضوع. مش شرط تنتهي من هنا. هي الخطا المفروض تنتهي من هنا بس مش شرط تنتهي من هنا. بعد كده في تعديل. احنا بنحلل الهجمه من اول. كمل عادي. الخطا الاولاني خلص تمام. ايوه تعالى بقى على الخطا الثاني الاهم. الاربعه واقفين ازاي؟ ودي مهمه جدا. الاربعه واقفين مش منضبطه اللي انا كنت بتكلم عليها هنا. انت لما تيجي تقف في اي وقت في اي دفاع بيبقى منضبط. لو وقفت ووقفت اللعيبه هتلاقي تجيب مقاس عشان تقيس ما بينهم هتلاقي 10 ياردة 10 ياردة 10 ياردة لجوه. لو الكوره جوه لبره بتبقى 15 ياردة. دي كلها حاجات حسابيه لو انت اديتها كويس مع الوقفه مع الرجوع صح ما تمسكش مان بره. ما فيش حاجه اسمها تمسك مان. انا معاك يا كابتن بس عايز اقول لحضرتك حاجه ان هنا أروح. اصلا ماشي بس هنا ما فيش اصلا مهاجم. يعني ما فيش مهاجم عشان ان انا لا في نقطه. بص في نقطه بص ايوه كابتن في نقطه في الصوره دي. انت دلوقتي محمود وحيد والعربي بدر على خط تحت تحت سرد باكين هو رامي هو ياسر ورامي. هي دي بقى اللي مستر موسيماني بيتكلم عليها. ايوه بالظبط. انه ياسر ورامي سابقين سابقين المفروض يبقوا على خط لان هم سابقين سابقين الراجل اللي بيرفع صح. هم المفروض يكون الخط وبعدين والمسافه. ايوه وبعدين اللعبه دي وبعدين كنت كل التك كلها تخلص في ايه؟ تطلع في خطوتين ورا. ايوه بتاعت ياسر ورامي. ياسر ورامي كان لازم يبقى خطوه هم سابقين بيتكلم عليها عادل. خطوتين ورا صح. انت لو ياسر طلع بص يا علاء يعني ياسر لو خد خطوتين بس ايوه يطلعها شمال لان رامي كمان مش هيبقى مشكله خلاص. لكن هي خطوتين ورا بس ياسر يا علاء بالظبط. هو لازم عارف اتفضل
الصوره بتاعت مستر موسيماني وهو بيتكلم البتاع بيتكلم على دي على دي. ان ان المفروض ان ياسر ورامي خطوة. كانوا يبقوا تحت خط وهي او خط عارف يا اسامه عارف يا اسامه كلهم بقى على خط واحد اسامه لو هتاخدها نسبه اخطاء في الصوره اللي قدامنا دي عارف احمل مين اول خطا ما طعم مش مشكله ياسر لان ياسر لو خد الخطوه اللي كنا بنتكلم عليها عدل دي ويبقى رامي ملوش مشكله ملوش دعوه مش موجود خالص يعني مش هتعدي كوره مش هتعدي حتى يعني الوحيد اللي مسؤول عن دي صح كده ياسر بص كده مش رامي على فكره مع ان رامي الراجل سبقه لكن هو مش رامي هو ياسر ويجي بعديه العربي بقى الكلام العربي بص يا العربي اهم ما في الموضوع هو بص هو بيقول لهم على كل واحد اهي بص اهي بص هي بص دي اهم ما في الموضوع ايه انك انت ازاي بيقول لهم الاربعه بص بيشاور لهم الاربعه بيشاور الاربعه يكونوا على خط واحد هو بيقول لهم الاربعه يبقوا على خط واحد اهم من الخط واحد كمان يا كابتن اسامه عارف ايه المساحه اللي تقفل بيها الكوره بمعنى ايه هقول لك مثلا تشيلسي لما جه مع مورينيو اول مره لما جم يعملوا جوه ال 18 يقف يا كابتن ما هو بص هو بيقول لك على الوقفه هو بيتكلم على الاربعه ايوه ما بقول لهم الاربعه يبقوا على خط واحد وبعد كده وبعد كده كمان ايوه ايوه خليني هو بيشرح اللعيبه اللي على الخط خلينا اكمل فكرتي دي يا كابتن عشان دي مهمه انا جوه ال 18 في مدرستين العب المان ولا العب المساحه دلوقتي العالم كله المساحه ليه ما فيش حد بيبقى جوه ال 18 احيانا زي 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 الجون ده احيانا اللي بيجي بيجي من بره ال 18 فانت بتبقى شايفه انت بتعمل ايه انت الوقفه بتاعتك بتاعت المدافعين الاربعه اللي انت بتوقفهم احتماليه الكوره تروح في الحته دي لو ما راحتش لو طولت منك انت الوقفه الثانيه المساحه تشيلها ما راحت للثالث المساحه يشيلها الرابع المساحه يشيلها فالمساحه مع الانضباط مع كل واحد واقف في 10 مع مكان الكره مع مكان الكره فين انت عارف ممكن كنت تحل ده في ايه كنت ممكن تحل ده في ايه طيب تطلع انت كابتن عادل بعد اذنك يا كابتن اسامه بس هنروح لمراسلنا فاروق صلاح من ملعب المباراه على التليفون طيب نطمن بس من نوسع على حاله الكابتن وليد سليمان والوجهه ده على فكره ايوه الو ايوه فاروق كل التحية ليك يا كابتن أيمن ولضيوفك الكرام ببارك لحضرتك وببارك لكابتننا وكل جماهير النادي الأهلي على فوز النادي الأهلي النهارده وصعوده للدور نصف النهائي لكأس مصر. خليني في البداية أطمنك على حالة وليد سليمان يعني عقب المباراة اتكلمنا مع الدكتور خالد محمود قال لي هو شعر بإجهاد في العضلة الضمة فضل الدكتور خالد والمستر بيتسو موسيماني إن هو يريح وليد لكن الإصابة بسيطة ما فيهاش أي حاجة إن شاء الله هيتم يعني إن شاء الله هيتعمل بس تيست بسيط لوليد بكرة وإن شاء الله يبقى موجود في المران من ضمن برضو الأمور خليني أقول لك كابتن أيمن إن النادي الأهلي فرض حظر إعلامي على الفريق تماما الفريق من الغد هيكون في معسكر مقفول ومغلق على لاعبي النادي الاهلي فريق هيدخل معسكر من الغد النهارده كمان يا كابتن ايمن عقب العوده الى القاهره هيتم اجراء مسحه كامله للاعبي النادي الاهلي النهارده لعيبه النادي الاهلي هتتجمع في النادي هيتم اجراء مسحه طبيه للاعبين عقب المسحه هيتم تحديد ميعاد التمرين في الغد كان ليا كلام مع مستر بيتسو موسيماني عقب المباراه ويعني هو تم الغاء المؤتمر الصحفي بس قدرت ناخد بعض الامور والتصريحات من مستر بيتسو موسيماني هو اتكلم النهارده على المباراه وقال ان الواحد بيتجنب المفاجات ومباراه الكؤوس واللعيب كان بعض اللاعبين فكرها مشغول بمباراه الزمالك واحنا كنا فاصلين اللاعبين عن مباراه الزمالك لكن المباراه فرضت علينا ان بعض اللاعبين اكيد بتفكر في مباراه الزمالك لكن احنا هنبدا التحضير لمباراه الزمالك من اليوم انهينا صفحه مباراه ابو قير الاسمده هنبدا نفكر في مباراه كاس مصر قال انا اديت الفرصه لقفشه واديت الفرصه لديانج عشان اطمن على قفشه وديانج وحسين الشحات قبل مباراه الزمالك احنا مستعدين للمباراه ان شاء الله يعني كان في بعض التلبيات شويه على ارضيه الملعب النهارده لكن ان شاء الله الفريق جاهز للمباراه القادمه ان شاء الله امام الزمالك ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ قال في هيبقى في تشديد تام على اللاعبين طبعا في المعسكر المغلق على الاجراءات الاحترازيه واتباع كل الاجراءات الوقائيه والبروتوكول الطبي من اجل طبعا يعني نتجنب الكثير من الامور يعني يا كابتن ايمن دي كانت ابرز الامور من النقاط المهمه ايضا ان مستر بيتسو موسيماني عقب الهدف اللي احرزه فريق سماد ابو قير يعني وقعد في وجود الدكتور عمرو محب قعد يشرح للاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء يعني بيشرح لهم الخطا
الخطا الدفاعي وقعد يعني يشرح الوقفه اللاعبين، الوقفه كانت المفروض تبقى ازاي ووقفه اللاعبين في الكره العرضيه، يعني اعتقد خدت وقت شويه من مستر بيتسو موسيماني ان هو يشرحها للاعبين. ودي من النقاط الايجابيه ان مستر بيتسو موسيماني بيشارك البدلاء او المجموعه الموجوده بره برضه في الخطا علشان نقدر نتجنب هذا الامر في المباريات القادمه. طب هو فاروق بالنسبه للاعبين، هو هل علي معلول انضم للتدريبات ولا لسه ما جاش؟ لا، علي معلول موجود النهارده. كان عايز اقول لك ان كان في التدريب الصباحي للاعبي النادي الاهلي النهارده، كان عمرو السوليه ومحمد هاني موجودين في التدريب الصباحي مع الدكتور طارق عبد العزيز. يعني محمد هاني بطمنك خلاص ان شاء الله هيكون موجود في التمرين من الغد. ايضا اجاي لمجموعه اللعيبه اللي كانت غايبه عن هذا اللقاء هيكونوا موجودين في التدريب من الغد ان شاء الله. ده التدريب والمجموعه اللي كانت غايبه، ايضا كان موجود معاهم بدر بنون وناصر ماهر وصلاح محسن واكرم توفيق، المجموعه اللي ما سافرتش وكانت موجوده مع الدكتور طارق عبد العزيز. محمد هاني بقى بطمنك برضه عليه، عمرو السوليه جاهز ان شاء الله خلاص موجود للمباراه القادمه باذن الله. تقدر تقول يا كابتن ايضا يعني كهرباء اجرى مسحه طبيه اليوم، هتظهر نتيجتها ايضا خلال الساعات علشان برضو نكون لمينا او كل الاوراق اللي يعني الجماهير النادي الاهلي بتتابعها. يا روى بقول لك ايه يا روى، ما قلتليش برضو على علي معلول. لا، علي معلول حضرتك يا كابتن، علي معلول موجود وصل مع الفريق. طب كويس. ويعني انا طمنتك على علي وطمنتك على محمد هاني وعلى عمرو السوليه. لا يعني علي معلول هيبقى متواجد في تدريبات غدا ان شاء الله باذن الله. كابتن علي معلول هيكون موجود مع الفريق ان شاء الله في التدريبات من الغد. هيتم تحديد بس الميعاد بتاع التدريب عقب المسحه الطبيه اللي هتتعمل للفريق اول ما يرجع للقاهره اليوم. يعني دي نقطه مهمه جدا ان الفريق اول ما يرجع للقاهره هيتم اجراء مسحه طبيه للاعبين عقب الوصول للقاهره. عقب المسحه الطبيه هيتم تحديد مع موعد التمرين غدا باذن الله. باذن الله نتمنى السلامه لكل اللاعبين. شكرا للزميل العزيز فاروق صلاح. هو مين اللي كان بيتكلم؟ هاني. كان اللي كان بيتكلم برضه انت كل حاجه هنا لسه الفاروق صلاح صلاح العالي وحد ابوك. ايوه لا يا كابتن، بس طبعا مبروك للنادي الاهلي. وزي ما قلنا بس في النهارده برضه حاجه يعني كنت مستغربه شويه. النهارده النادي الاهلي الراجل من ساعه موسيماني ما جه وهو بيعتمد على اللعب على الارض، بيعتمد على الاستحواذ. النهارده في فتره من فترات كان في كور طوليه، النهارده لقينا كور طوليه كتير جدا ويعني ملهاش اي اعتقد معنى. ده تصرف فردي من اللعيبه اكيد طبعا، عدم اللعبه كابتن. برده احنا مش عايزين برده نظلم او نحط ضغط على اللعيبه دي، لان برده في لعيبه بقالها فتره كبيره ما بتلعبش وفي لعيبه صغيره كمان موجوده النهارده. واكيد برده بيبقى في عندهم في لعيبه خايفه من الاصابه النهارده، خد بالك في لعيبه خايفه من الاصابه برده اكيد. صح. والله وارضيه الملعب كمان وفي لعيبه كابتن عايزه تطلع كل اللي عندها وعايزه تبقى موجوده في الماتش النهائي، فممكن ده ياثر بالسلب عليهم. مظبوط. كتر التركيز وكتر الضغط الناس النفسي والعصبي عليه، فممكن هو تلاقيه بغصب عنه بيعمل حاجات. مظبوط. غصب عنه تلاقي بيباصي مثلا باص لقيت طلعت بره. صح. مش عارف ايه زي. صح. النهارده مثلا شفنا عربي بدري، عربي لعيب كويس وكل حاجه وكل النهارده، بس النهارده يعني عمل كام بيس باص ورا بعض، فده برده تحس ان هو احنا عارفين ان انت لعيب كويس. فاللي انت النهارده اداؤه كان فعلا محير، احنا حتى كلنا قاعدين مستغربين. بس انا في بعض الاحيان خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه، هو مش ده مركزه الاصلي. صح. كويس. طبعاً. ساعات التمس العذر فعلا زي ما قال الكابتن علاء كده للعيب صغير. طبعا كويس. مفيش ممكن اقول كذا سبب. مش مركزه، هو برضو متاخد شويه اكيد. طبعا عايز يطلع احسن ما اللي عنده، احسن حاجه عنده، فبيبقى هو اللعيب الصغير دايما التركيز عنده زياده عن اللزوم فبيطلع كوره غلط. دايما يا ايمن فاهم، اللعيب الصغير دايما يا ايمن بيظهر ان هو كويس قوي ايه لما الاداء كله الجماعي يبقى كويس. فاهمني؟ خصوصا اللعيب الصغير. كلنا لما طلعنا واحنا صغيرين. صح. بتطلع في وسط مجموعه كبار بيحتضنوك بيبقوا كلهم كويسين، انت بتنصهر في المجموعه ايمن كل حاجه ماشيه كويس. مزبوط. لكن مثلا عربي لعب ماتشات قبل كده كان كويس. في نفس المركز على فكره. بقول لك النهارده هو بص يوم كده زي ما هاني بيقول لك مبروك التاهل عدى. ايوه. حته الناس خايفه من الاصابات عدت الحمد لله، وان شاء الله وليدي بقى سليم. صح. كل الاخطاء اللي حصلت. وهو اكيد مستر موسيماني مش هيحاسب الناس كلها على زي بعض. ايوه. مزبوط. يعني مش هيحاسب لعيب صغير زي لعيب كبير. مزبوط. لا خالص. الدليل ان هو النهارده يعني واحنا كلنا اجتمعنا الحمد لله على النقطه دي، ان هو شرح الهدف وهو في الملعب. مزبوط. فهو حريص جدا على حته ان هو بيعالج بسرعه. صح. حتى من خلال
الكلام، لكن النهارده خلاص اليوم عدى بكل خلاص. اللي قفل يعني زي ما عادل بيقول مزبوط. اليوم قفل بكل حاجه، ان شاء الله بس نطمن على وليد بكره، لكن كل الاخطاء دي خلاص. ويوم على فكره واضح ان ارضيه الملعب كمان لا ارضيه الملعب مش كويس. عارف احسن حاجه اتخذت في القرارات الاخيره ديت ان ماتش الاهلي والزمالك اتلعب في استاد القاهره. بالظبط دي حقيقه فعلا، دي حقيقه لان ظروف الاحوال الجويه في اسكندريه بالذات والنوات اللي ورا بعض بالزبط. بتاثر اكيد على ملعب المباراه. انت ادرى طبعا طبعا وهاني حتى مالو انت ادرى باسكندريه وهاني لا يعني مواعيد النوات انت للاسف للاسف الفتره ديت نوات ورا بعض متتاليه وتاثر على اي ملعب. دي حقيقه بصراحه يعني طيب وماذا بعد مستر موسيماني؟ مستر موسيماني هيتصرف الفتره اللي جايه ازاي في الخمس ايام اللي فاضلين قبل مباراه الزمالك؟ ولا حاجه، مبدئيا بكره يطمن على لعيبته كلها خصوصا وليد، الناس المصابه مرات النهارده زي ما كان بيتكلم فاروق معاك. هيبدا التحضير، ومش تحضير اللي هو تحضير على طريقه اللعب. التشكيل تحضير على طريقه اللعب، طريقه اللعب الى حد كبير قوي. انت تفتكر ان هو ما مش هيغير يعني طبعا من الاخر مش هيغير، لكن هي الافراد هيبدا بمين مع مين هل هيبدا ديانج مع السوليه ولا عمرو يعني مع فتحي مع السوليه؟ هي التغيير نفسها ايمن ودايما كل الكلام بيبقى في حته الاثنين اللي في النص. ايوه مدافع مع واحد عنده حته هجوميه ولا اثنين وبسيب الحريه للي هو الثالث اللي بقى تحت راس الحربه زي ما هو بيلعب. هو بيحبذ الطريقه دي على فكره، ده بيحب يلعب باثنين منهم الدفاعيه عاليه شويه بس مش زي بعض برضه على فكره. هو ذكاء منه ان مش لازم اثنين شبه بعض. مظبوط. واحد عنده سنه هجوميه شويه والاثنين فوقات بيزيدوا. طيب. ادام ما فيش حد، بص ايمن دايما لعيب نص الملعب ما فيش حد ورايا وانا عندي حريه ان انا شايف الملعب واطلع مع لعيبتي، دي قمه الكره الوقت ان انا مش عايز اعطل لعيب في الملعب، مش عايز اعطل لعيب في الملعب. صح. فهو بيعتمد على دي، بيعتمد على اللي هو اللي تحت راس الحربه دايما بيبقى راس حربه تاني يعتبر زي ما وريت شفناه النهارده وزي محمد مجدي بيعملها، وعلى الاثنين الاطراف والحريه الكامله اللي بيعملها في الثلث الاخير. هو مش ما اعتقدش ان مستر موسيماني هيغير طريقته، ما اعتقدش ان هو هيقابل نادي الزمالك بطريق مختلف، هو الفكر واحد بس. وانا اعتقد كمان يا كابتن علاء ان هو بنسبه 95% ان ما كانش 98 99% كمان يعني راسي على الفريق. هو اسامه قال، اسامه قال لك 100%، انا بقول 90 واسامه قال لي 100. ف لا انا ممكن يكون في كلام على مركز مثلا يعني، ما هي يعني مركز الشخص نفسه، لكن انا بتكلم على شكلك انت والاداء بتاعك وطريقتك مش هيغير، مش هتتغير. هتدور على دايما استحواذ وامتلاك الكوره دايما اكبر وقت ممكن. أيوة. خطوره النادي الاهلي ايمن مش النهارده، دايما في المباريات السابقه في استحواذ عالي قوي وخطوره، ما هو مش استحواذ سلبي مش في النادي الاهلي. مزبوط. استحواذ بقى استحواذ، ودايما لعبك هجوم لقدام وعندك الامكانيات تعمل كده. أيوة. عشان كده هو مستر موسيماني هيركز في كده بعيد على ضغط نفسي. بتفق مع عادل طبعا مليون في الميه، مفيش حاجه اسمها ضغط يعني، الحمل البدني هيبدا يقل انه عايز يوصل يوم الجمعه مع صفاره الحكم لعيبتك كلها سليمه، لعيبتك كلها حالتها البدنيه مطمئنه جدا، مفيش اي حمل ولا فني مع بدني ولا حمل زياده عصبيه زياده او مركز زياده مدي للمباراه اكتر من حجمها. ممكن مش هتعرف تركز كويس قوي. تدي المباراه حجمها ايوه مش اكتر من كده ولا اقل من كده. اكتر من كده غلط واقل من كده اكيد غلط، لكن هي ميزتي المدير الفني الذكي بيوصلك المباراه في قمه عطائك الفني ونفسيا مستريح وذهنيا صافي خالص كل حاجه، وتفكر هتعمل ايه. بس هو ده ايمن. وبالاخر بقى قبل وانت بتلعب كده والحكم بيصفر، كل مدير فني في العالم كله بيتمنى ان اليوم ده يبقى لعيبتك في يومها طبعا، بس حاله لعيبتك خصوصا انت لعيبتك كلها الحاله البدنيه الحاله الفنيه بتاعتها انا ضامنها، عارف عادل وهاني واسامه وايمن ممتازه، بس بتمنى انا من جوايا كده يا رب اللي شايفهم دول يبقى النهارده في يومهم في يومهم يبقى انت ما عندكش مشكله وعامل التوفيق كمان. بالظبط طبعا يعني. طبعا كلمه واحده بس طبعًا. انا كلمه قبل ما نطلع كلمه واحده في الوقت ده في عصر كورونا انت ما تقدرش تبيح باللعيبه اللي هتلعب لانك الظروف بتبقى صعبه، انت بتحط اكتر كم ممكن من اللاعبين ان هم يبداوا المباراه وفي يوم المباراه بتاخد الاهم عشان المسحات في الوقت ده. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى السلامه للجميع باذن الله. كل الانديه بتعمل كده، حتى الانديه الكبيره اللي بره بتعمل كده. عموما هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا.
بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكان الكلام باين لكابتن علاء ميهوب. كابتن علاء اتكلم ثاني. طيب كابتن اسامه، يا مستر موسيماني اكيد درس فرقه الزمالك كويس قوي، واكيد اتفرج على الماتش الاخير للاهلي والزمالك، وهو هيقفل على الفرقه من بكره وعامل معسكر مغلق كويس قوي. فلسفه مستر موسيماني وطريقه تفكيره، انت كمدير فني لو جاي لاعب الزمالك وانا وايمه، اكيد اتفرج على الرجاء على فكره، واتفرج طبعا اكيد اخر اكيد طبعا. طبعا لا بس هو اكيد طبعا اتفرج على ماتش الاهلي والزمالك الاخير اكيد طبعا، بس هو يهمه الرجاء طبعا طبعا، اخر ان دي اخر دي اخر صوره اخر صوره مظبوط، دي اخر صوره لنادي الزمالك. مواطن القوه والضعف بقى في نادي الزمالك عايزين نتكلم فيها، ونتكلم عن فكر مستر موسيماني في التعامل مع الموقف ده. اولا هو مستر موسيماني اكيد حافظ فرقه نادي الزمالك، وقبل ماتش النهارده ابو قير هو محضر للماتش ده الاسبوع ده الجاي، هو حاجات نهائيه وزي ما علاء قال انه تحضير بقى ازاي يقلل الشد العصبي على اللعيبه، ازاي يتكلم في تفصيلات صغيره قوي، لكن هو محضر للمباراه من قبل مباراه سيمان طبعا بدليل تشكيل، والدليل ان هو مقعد ناس وعارف انه هيلاعبهم الماتش الجاي. ثانيا تشكيل النادي الاهلي وتشكيل نادي الزمالك تقريبا لو احنا كلنا اتكلمنا هتلاقينا نتفق على 99% منهم من هنا وهنا اللي هيلعبوا الماتش اللي جاي. خلينا في نادي الزمالك. نادي الزمالك طبيعي انه بيلعب ابو جبل، حازم لو حازم سليم هو اللي هيلعب مش احمد عيد. لو حازم سليم هو 100%. الباقيين كلهم معروفين بالنسبه لنادي الزمالك، محمود علاء والونش، عبد الله جمعه، طارق حامد ساسي. هو كان بيلاعب فترة لما ساسي كان بعيد كان بيلاعب اسلام جابر ديفندر ناحية الشمال، بس يعني هو ديفندر مع طارق، بس هو بيميل ناحية الشمال ناحية عبد الله وبن شرقي، وهو احيانا كمان بيطلع ياخد الجناح شوية بس قليل، ما هو بيلعب في العمق جنب طارق. دي النقطة الوحيدة اللي ممكن يغير فيها او لا، لان هو لو ساسي لعب جنب طارق اللي هو الشكل القديم بيلعب اوباما هو اللي تحت راس الحربه، وزيزو ناحيه اليمين. لما تشيكو هتبدا بساسي وهتقعده؟ لا طبعا يبدا. استنى. لا هو لو انت انا اصله ساسي يعني رتمه بيطلع وينزل بطريقه غريبه في المباراه، بس واضح ان هم حبوا لا غنى عن هو لازم يبقى موجود طبعا. ما انا بقول لك هو في الغالب كان بيبقى طارق وساسي وقدامهم ثلاثه، زيزو ناحيه اليمين، اوباما تحت شرق. مصطفى محمد وبن شرقي ومصطفى محمد ودي. اللي حصل لما ساسي بعت فتره ابتدى هو يدور على مين اللي بيلعب جنب طارق حامد في مركز الارتكاز الثاني، وبعد كده بيكمل لانه ساسي بيلعب بارتكاز، لكن بيكمل مع الاربعه الاماميين وبيبقى صانع اللعب هو، لان طارق بيبقى متفرغ للنواحي الدفاعيه كويس. فهي دي التغييره الوحيده اللي ممكن تتم في نادي الزمالك. هل هو هيبقى عنده قناعه بانه طارق وساسي زي ما هم، وهيبقى زيزو طبيعي ناحيه اليمين واوباما وبن شرقي ومصطفى محمد، ولا هيلاعب ساسي هو اللي قدامهم زي ما عمل في بعض الماتشات وقعد اوباما ولاعب اسلام جنب طارق حامد كويس. هي دي اللي ممكن، لان هو واضح انه ابتدى يميل شويه لاسلام جابر في الفتره الاخيره، بس دي النقطه الوحيده انه بيحب يدافع كويس يا اسامه. اولا هم ده طريقته فعلا مظبوط، هم مستر باتشيكو بيميل لانه يركز في الدفاع شويه زي ما كالترون كان بيعمل، صح. انه يركز على الدفاع شويه ويبتدي يعمل حاجات سريعه لزيزو ناحيه اليمين وبن شرقي ناحيه الشمال، بن شرقي او لمصطفى محمد، بيلعبوا محمود علاء بيلعب كتير الكور دي لمصطفى محمد على اساس انه بيعرف يستلم كويس بصدره ويكمله تحتيه زيزو وبن شرقي. طبعا هو الجبهه اليمين خلاص زيزو حتى في المنتخب شفناه بيلعب ناحيه اليمين، احنا عندنا ناحيتنا معلول، فهم بيركزوا ان زيزو يبقى مايل ناحيه معلول عشان حاجتين، يحد من تقدمه وهو زيزو بقى مايل ناحيه اليمين، وبن شرقي هو اللي غالبا بيبقى ناحيه الشمال. فهم الحتت القويه عندهم طبعا الثلاثي الامامي اللي احنا بنقول عليهم اللي هم زيزو وبن شرقي ومصطفى محمد،
مصطفى محمد الكرات العاليه بيلعبها كويس، العرضيات يعني، واحنا شفنا جوان كتيره. زيزو بيلعبها من ناحيه الجنب اليمين ومصطفى بيقطع بدماغه ووراه بيبقى بن شرقي قبل الاصابه كمان، وبن شرقي بيخش من الناحيه الثانيه يعني مصطفى بياخد واحده، وبن شرقي جاب اكتر من كره من الزاويه البعيده بتتلعب من زيزو وهو بيقطع القائم الثاني. الجول اللي دخل فينا في الماتش الاولاني كان كده، كره من زيزو وبن شرقي داخل، ما هم تملي بيعملوها. انا كنت بتكلم بقول لك دايما خطا متكرر، ايوه، ان هي دايما من الباك للباك العكس، أيه. فدايما المشكله انك كله بص على الكوره، أيه. كده شايف مين وراك، أيه. يعني في لقطه جبناها احنا بنشرح الجول تقريبا كان عادل جه سهم، الناس كلها بص على الكوره صح، لكن مفيش حد بص على اللي هيجيب الجول. هي دي كانت الجول ده كابتن جابوه في ماتش الرجاء كمان، ماتش الرجاء بالظبط، نفس بالظبط بتاع بن شرقي وهو جاي من ورا حطها بدماغه. مظبوط، هم عندهم لما بيلعب سواء لعب احمد عيد او حازم، بالذات احمد عيد وعبدالله، عبدالله شويه متحرك لقدام، احمد خبرته قليله دي ممكن نستغلها كويس، صح. يعني دي ممكن نستغلها كويس لو هو لعب، هو لعيب كويس طبعا وما بنقولش عليه حاجه لكن بنقول ناشئ يعني. مظبوط، طبعا من مراكز القوه عندهم السرد باكين، عندهم قوه في اللعب، وينشو محمود علاء، وينشو محمود علاء عندهم قوه في اللعب، عندهم يعني بيدافعوا بشكل كويس، لكن هم اللي عندهم مشكله شويه في نص الملعب في كميات الجري. يعني احنا عندنا تفوق في الحته دي، أي. احنا عندنا تفوق في كميات الجري اللي في العمق الملعب والاستحواذ وكميات الجري، أي. من ديانج والسوليه وقفشه او حمدي فتحي، عندنا الحته دي كويس، هم شويه دي عندهم فيها خلل شويه، أي. لكن هو اكتر خطوره عندهم في الثلاثي الامامي، وزيزو بيتميز انه بيحب يشوط كتير على الجون، يعني مزبوط. بيحب يخش للعمق ويشوط، ومن ناحيه اليمين حتى احيانا بيروح لحد الخط ويرفع يعني، واحيانا بيدخل لجوه وبيشوط، يعني اكتر واحد فيهم بيحاول في التسديد من خارج ال 18 هو مصطفى محمد، طبعا بساعات طبعا بيسدد من خارج ال 18 ولكن يعني زيزو القرار ده عنده كتير، أيوه. فدي برده من النقاط اللي هي ساعات بتفاجئ انه يعدي ويشوط بالشمال مثلا، او يعدي مزبوط. من الجنب الشمال لو بيلعب شمال ويلعب ويشوط باليمين، فدي الحاجات اللي هم مركزها، وبيأدي كمان دور الدفاع على اكمل وجه، عشان كده بيلعب على معلول بالظبط، اللي هو برافو عليك، يعني برضه هو بيصدر لك قلق شويه، صح. ان معروف ان معلول مفاتيح لعبك اللي بتعتمد عليها كبير جدا، مظبوط، فهو بيروح مدي زيزو، صح، مفيش قلق برضه، وبعدين زيزو كان بيتكلم اسامه بيجري كتير قوي، دفاعيا بيلتزم كويس قوي جدا، هجوميا مقلق، فبرضه يا ايمن انت حتى لو انت لعيب كويس وبتهاجم تعمل واجب هجومي، لا انت قلقان بالظبط، هو لو خد منك حتى لو جزء من التفكير مش هتبقى كده، هيأثر على طريقه ادائك بالظبط، عشان كده تبقى مركز كويس قوي، انت مش عايز تخطئ الاول دفاعيا، صح. انك انت الاول دفاعيا وبعدين هجوميا، صح. يطلب منك العكس، طبعا كده هو ذكاء ان بيلعب زيزو على معلول، بتبقى برضو خد بالك انت قلقان من زي ما انت قلقان من معلول قوي، أيه. هو الثاني برضو طبعًا. في قلق من زيزو بس كده لها حل، انت ممكن برضو تطلب من الراجل الديفندر اللي هو اللي يبقى ناحيه الشمال ان هو يدوم شويه عليه، انا بتكلم على الشكل العام يعني، فاهم اللي هو انت هيجي في وقت هاني في المباراه، انت غصب عنك كل لعيبه ملتزم بيه، حتى لو انا في نص ملعب انا ملتزم بواحد، نفس الكلام عند معلول، انا ملتزم بزيزو، هي المباراه اصلها اذا كان اسامه اللي اتكلم دلوقتي اسامه على يعني على جزئيات تفاصيلات جدا هتخلص، لان كل واحد صح يعني من غير ما ايمن يسال اسامه، لو اتكلمنا احنا كده كل مدير فني حافظ الفريق الثاني كويس قوي، لكن في خلال المباراه اللي بيفرق حاجات بسيطه جدا، صح. يعني ممكن تفرق ان ايه، ممكن لو زيزو كسل مره مع معلول تلاقي معلول عدى وبقى زياده وعمل خطوره ممكن تجول، انت فاهم؟ والعكس صحيح، والعكس، ما انا بقول لك هي كلها هاني المباريات الكبيره دي على مباراه واحده بتبقى جزئيات صغيره جدا بتفرق مدى ادائك، مدى انت مركز ازاي في المباراه، انت مستوعب الكلام اللي قاله المدير الفني ازاي، مع انه اكيد هو قاله قبل كده، أيوه. ما قالش حاجه جديده، بس انت هتنفذ ازاي؟ معلش لما باجي انفذ اهلي مع زمالك مثلا غير مثلا اهلي مع اي فرقه ثانيه، مظبوط طبعا، ده طبيعي على فكره في كره القدم، وخلي بالك كابتن علاء برضه، خلي بالك انت عارف يا كابتن في يعني. ميزه يعني بقالنا فتره كبيره ما حصلتش ان الفرقتين مستواهم يعني تقريبا متقارب على فكره، يعني اسامه دلوقتي اسامه بيشرح الزمالك، لو جينا مثلا اتكلمنا عن النادي الاهلي نفس هتلاقي في خط برضو قوي جدا، في مثلا هتلاقي قصور بسيط في مكان، هي ما عشان كده بقول لك الفرقتين عندهم نقاط ضعف قوية جدا، هي المباراة كلها ولكن في تقارب في المستوى بالظبط، وازاي ذكاء المدير الفني ازاي استعمل نقاط الضعف اللي عندك، صح،
وما استعملهاش عندي هي صح المباراه صح كلها كده ازاي انا استعمل نقاط الضعف اللي عندك عايز ايه احنا لا واحنا بنتكلم على نقاط الضعف انا كنت بتكلم مع كابتن عادل في الفاصل كنت بتكلمه على اسلوب باتشيكو وان هو دايما بيميل للنواحي الدفاعيه شويه بيهتم قوي بالنواحي الدفاعيه انت قلت لي انا عندك كلام كتير عايز تتكلم عليه عن باتشيكو نفسه انا شفته هو اشتغل معاك وعملت اشتغلت معاه انت لا يعني اشتغلنا في نادي واحد واحنا الاثنين كنا وحتى استلمت منه مسكت مكانه بعد ما مشي يعني كنا نادي الشباب السعودي ولعبته كذا مباراه وانا كنت الفرقه اللي تحت الفريق أولومبي. الاول اولمبي وبعدين لما مشي انا مسكت الفريق الاول هو لعبته في نفس الفريق ودي ودي يعني انا لا اعرفه كويس انه باتشيكو دايما عنده ثبات في الحته الفكر الدفاعي بمعنى دايما يشتغل على الحاجات الايه السريعه الدفاع وبعدين يهاجم اكتر حاجه بتميز يعني فرقته في الوقت الحالي الطرفين الراس حربة فهو عاوز يوصل لهم الكرة بأقصى حاجة لأن بنفس الصدفة أنه كان برضو كان أقوى عنده حاجة كان عندنا طرفين رافينها ده برازيلي وكان الناحية التانية لعيب كان سليهم سريع يعني وراس حربة تانية فاهم زي مصطفى كده فكانوا بيلعبوا الحاجات الطولية احيانا لما يتمسك في وسط الملعب لانه النقل بيعمل ايه هو بيدافع كويس وبعدين يلعب الكرة الطولية ويعتمد على لاعب في خط النص بلاي ميكر عشان يلعب على الاطراف الحاجة المهمة اللي باتشيكو انا اللي بشوفه بيعملها ان هو ما بيهموش الاداء خلي بالك هو يهمه انه يفضل طول الوقت النتيجة مقربة من بعض بمعنى انه ما يعني يحاول ما يجيش فيه جول ايوه ده فكره الاولاني أيوة. ان هو طول الوقت علشان كده انا بقول ان الاهلي احيانا تاجيل المكسب مهم بمعنى ما تستعجلش لما واحد يكون مش مستعجل قوي انت الماتش الاولاني بتاع ثلاثة انت استعجلت جدا الماتش بتاع فايلر أيوة. انت استعجلت واستعجالك كان كبير لما استعجلت هم ما راحوش على الجون انت كنت افضل راحوا اربع مرات انت كنت افضل راحوا الاربع مرات جابوا ثلاث جوان عشان باستعجالك ايوه عادل بس دوق عادل اول تسع دقايق اول احنا جايين كويس وتوفيق النقطه اللي علاء بيتكلم بالعرض النقطه اللي علاء اتكلم انا قلت لا ما انا لا هخليك تكمل النقطه اللي علاء اتكلم فيها اللي هي التوفيق يوم المباراه واحنا برضو اليوم ده بتاع 3-1 احنا اول 10 دقايق ممكن نجيب ثلاث جوان كره في العرض ابو جبل مطلع واحده واحنا بالاي حصل عدم بيقول عليه عادل عدم توفيق حصل عدم توفيق يعني بس انا بتكلم فيها كابتن دي كانت مباراه تحصيل حاصل انت هتلعب على فاينل تلعب مباراه واحد على فاينل لازم النتيجه تتحسم ايوه حتى لو حصل تعادل هتلعب وقت اضافي المباراه الثانيه كانت دوري كويس ما اعتقد يا كابتن عادل ان الفكره هيتغير في المباراه دي ما هو ده اللي انا عايزه مباراه واحده وفاينل لا وحاجه ثانيه يا كابتن ايمن نوعيه انت لما بتيجي تدرس انت قلت للكابتن علاء موسيماني دلوقتي بيعمل ايه للمباراه اللي جايه كابتن علاء جاوبك في كل حاجه تمام وبضيف كمان مع كابتن علاء بقول ايه الحاجه المهمه لموسيماني في الوقت الحالي زي ما كابتن علاء قال هو عايز يهدى شويه وعاوز يخرج اللعيبه من الضغط العصبي صح يا كابتن طبعا وكمان نفسه يعمل ايه تاني انت عارف يا عادل وعامل معسكر بدري عشان دي ممكن عشان صح يهدى. طبعا يا استاذ ايمن عن كل حاجه بالظبط لعبتك قدامك وقفل عليهم صح عشان اللعيبه تبقى قدامك بالزبط. عشان الظروف كمان الايام دي وظروف الكوره في ازدياد في الاصابات فهو برضه عايز يحافظ على لكن المجموعة. المهم يا كابتن انك انت لما تيجي تلاعب مدرب زي باتشيكو ما تستعجلش ما تستعجلش عليه بالاخص انك بتلعب مباراه واحده أي. انت عارف لو بلعب مباراتين استعجل فكري يتغير شويه لا اتغير لكن صح. انا بلاعب باتشيكو ده فكره الحاجه الثانيه نادي الزمالك الفتره دي عنده لازم نتكلم عنده خط هجوم عالي قوي صح من افضل الخطوط جات له في الوقت الحالي اللي هو بن شرقي وزيزو ومصطفى مظبوط ده مهمه جدا يبقى انت لازم اهدافك تعمل ايه انك انت توقف الخط ده عشان توقف الخط ده مش توقفه من ورا لا انت توقف من نص الملعب اصلا اللي يمون الخط ده يبقى لازم يبقى عندك سبورت وانت بتهاجم هتدافع ازاي طبعا ودي مهمه جدا مع نادي الزمالك في الوقت ده في نادي الاهلي دايما كان هو اللي بيفرض كلمته في البدايه أيوة. انت
لان الزمالك دلوقتي بيعمل حاجه مهمه، بيعمل هجمه مرتده كويسه. علشان كده وانت رايح تهاجم لازم يبقى عندك البلان بي اللي انت عامله لما الكره تتقطع، زي الجون اللي دخل فينا الاولاني لو انت افتكرت فاكره الكرة عم احنا فكرة. كنا مهاجمين وبعدين صح. هجمة مرتدة جت من ناحية الشمال زيادة عددية، واحد عدى عملها بالعرض صح. واحد جاي مش شايفه من وراه صح. لا المباراة دي مش هتستحمل كده، المباراة دي مستحملة، انت لازم طول الوقت الثانية هتفرق معاه صبر لكل حاجة في حتة في الملعب، بالذات الحتة انهي الحتة الدفاعية بتاعتك أي. لازم لعبتك المدافعين يبقى فيه ماركن كويس اللي هو المان تو مان كويس قوي، بالذات في الكور العرضيه بتاعه جوه ال18 لان عندهم واحد بيلعب بدماغه كويس كويس قوي. نيجي عند النقطه ديت. انا يمكن احنا لو رجعنا بالذاكره لورا، ما اعرفش احنا عملنا يوم ليله المباراه وعملنا يوم المباراه واتكلمنا في النقطه دي كويس قوي، وحطينا لو تفتكروا حطينا التشكيلات كويس وكان لينا وجهه نظر ان انا مش هستنى العرضيات ايوه ان انا اقفل نعم من الاول بالظبط كده. يقدر يعمل ايه مستر موسيماني في التعامل مع الحته ديت؟ ان هو يضغط على الاطراف، يقفل الاطراف زي ما نادي الزمالك هيعمل كده، زيزو مع علي معلول احنا لازم نعمل كده نفس الحكايه. دلوقتي انت بتعمل ايه يا كابتن؟ تقفل على الخط من بره ولا اصل انت ما تقدرش تقفل 100%؟ ليه؟ كويس. لان بيبقى فيه يعني الكابتن قال كلمه مهمه بتاعت علي معلول ماشي، هم عارفين ان اخطر حته عندك علي معلول فبيهاجمك منها ماشي. علشان ده كويس. عالج الداء بالداء كويس. أو انا عندي كابتن عادل ناحيه الشمال عندهم عبد الله جمعه وبن شرقي ناحيه مميزه جدا. لا بس هو اقول لك حاجه، انت لما كويس. تيجي يا كابتن صح طبعا بس انت اخطر حاجه، انت الناحيه هي مميزه طبعا. ولكن الناحيه بتاعتنا لو في وجود محمد هاني بيبقى هجومه اقل من علي معلول، انت ماشي. فهمتني ماشي. يبقى هنا علي معلول لو طلع يبقى لازم تعمل له سبورت اكتر من واحد، فهي دي مهمه. بص يا عادل، لكن هاني بص يا عادل انت فاهم انا عايز اقول انا عارف بس هقول لكم حاجه، في خلال المباراه 90 دقيقه انا عمري ما ملتزم ولا هنا ولا 100%. هو الذكاء ايه؟ انت فاهمني يا اسامه؟ الذكاء يا ايمن ازاي اتعامل مع هجمه عليا وخطر بالزبط. هو ده الصح بقى بالظبط. ازاي اتعامل؟ طبيعي يا عادل بن شرقي هيجي له واحد على واحد على هاني صح. نفس الكلام مثلا الشحات فاهمني، لكن هو ازاي اتعامل مع واحد على واحد في كوره هتيجي عليا عرضيه؟ طبيعي بالزبط. يا جماعه انت بتلعب الزمالك طبيعي هتتعرض لموقف في خطوره طبعا. عليك طبعا. هو الوقت اكيد مستر موسيماني حتى لان الراجل مش قادر يستنى شرح اللعب على الخط صح. هو في خلال المعسكر ده او في خلال المحاضره زي ما كان عادل بيتكلم هيشرح ان انا لو تعرضت للموقف ده تاني الموقف هيبقى ازاي صح. الى جانب ايه؟ ان دي نقطه تميز للزمالك صح. ما ده اللي انا بقوله. هات معظم اهداف الزمالك هتلاقيها دايما يا بن شرقي يا زيزو بن شرقي يا زيزو المصطفى مزبوط. نادرا قوي لما بتلاقي حاجه عادل اختراق من أيوة. من العمق. يبقى نعمل ايه يا كابتن؟ يبقى وانت داخل على بن شرقي لازم سبورت للاعب لانه بيعرف يعدي كويس تمام. سادة عادل هقول لك حاجه تنهيها من بقى. ماشي عدى كويس. المهم بقى بعد ما بقى يا كابتن بس التحيلة. المهم بعد ما عدى او وصل لايمن المهم بقى ايه بقى ايه بعد كده إيه لان بقى. هو مش استحاله مش هيجيبها من على خط جول طبعا. لكن بعد كده اللمسه بقى الثانيه هتروح لمين؟ هنا بقى دور مظبوط الاثنين المساكين الباك العكسي يا اسامه والراجل الديفندر من نص الملعب بس هي دي المهمه هو دي المهمه اكتر مظبوط. ده اللي كنا بنتكلم فيه النهارده في الكوره الهدف بتاع ابو قير النهارده. ما هو عشان كده بقول لك الراجل قام على الخط الراجل قام على الخط ان هو واضح ان هو خطا ساذج ان انا ما ينفعش كنادي كبير بغض النظر على الاسامي يا هاني ان يجي فيه هدف زي كده لازم عشان يجي فيه جول يا هاني حاجه صعب قوي صح. لكن مش حاجه سهله يعني ايه كره عرضيه من شمال تخش مني في اليمين وانا النادي الاهلي بلعبتي ببطولاتي ما شاء الله باسمي. فهو عشان كده مش قادر يستنى يعني يتكلم بعد الماتش ده شرحها على الخط. عشان كده بقول لك دايما هتتعرض للخطوره. انت ما تلعبش فريق صغير انت فاهمني يا اسامه وعنده مناطق خطوره زي ما هو عامل ما يعني لا. تمنع ايه بدل لما تيجي 10 مرات ما انا بقول لك أيوة ما لا لا انا بقول انا بقول استنى انا بقول صح. هتتعرض لكن مش كل كوره هتتعرض لكده ممكن هجمه مرتده بس خطا صح. لقيت نفسك في موقف دفاعي وفي الزياده عدديه او العدد واحد هتتعامل معاه ازاي يا اسامه؟ الكوره اتفضل يا اسامه الكوره زي ما علاء بيقول ما هي لعبه اخطاء وموقف انت موقف
فهي الفكره مش زي ما علاء بيقول انت ما بتلعبش نفسك، انت اهلي او زمالك، انت حتى النهارده بتلعب السماد ابو قير هيجي لهم بعض الطبيعي، انت بتحاول تقلل الخطا ده بدل ما يبقوا خمس حصل يا اسامه مره. التعامل يا اسامه بس هو ده ازاي تتعامل معاه. كرات عرضيه من زيزو تحصل تحصل، كرات عرضيه تحصل مع دراجو تحصل، زي ما حصل من عندنا علي معلول هم بيقلقوا منه جدا، هاني بيقلقوا منه بيعملوا كرات عرضيه. المهم لما حد بيخطا الباقيين هيعدلوا الخطا ده ازاي. يبقى التمركز اللي علاء بيقوله اللي جوه ال 18 في الكرات العرضيه، كره اتلعبت بالعرض يبقى لازم يبقى في رقابه كويسه على مصطفى، في رقابه كويسه من اللي عكس على 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 بن شرقي لو جاي من الناحيه الثانيه، او زيزو جاي من الناحيه الثانيه. اللي بره 18 اللي بره ما عندهمش ما عندهمش هم اللعب البيني الكتير اللي في الاختراق من العقبه، عندنا عندهمش. متفوق في دي كويس. هم ما عندهمش دي تفوق فيها، هم عندهم تسديد شويه من بره 18 واكتر الكرات العرضيه اللي هي ما هي اسامه هي المباراه. بص يا اسامه معلش بسرعه كده، هو دايما اسامه كان بيتكلم فيها ايه؟ انا دايما بلعب على نقاط القوه بتاعتي انا كويس، على نقاط الضعف بتاعته هو بس. تميزه كور عرضيه مظبوط، اختراق من القلب نادرا لما فعلا. بيحصل فعلا. تسديد من بره مش كتير غير من مصطفى لو خرج مصطفى انت زيزو. عندك دي او زيزو انت عندك دي مميز فيها قوي صح، اختراق من العمق بتعمله بامتياز اذا كان محمد مجدي اذا كان السلية بيطلع فاهمني على الاطراف بتشتغل كويس قوي. فهي انت ازاي توقف خطورته هو وتستغل خطورتك انت، الى جانب حاجه مهمه جدا اللي كان بيتكلم عليها عادل دلوقتي عشان تمنع كل الكلام ده يحصل فيك، استحواذك على الكوره الثانيه اللي هي في نص الملعب. وقفتك بقى وقفتك في نص الملعب انت لا 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 كمل انت بتهاجم زي ما عادل بيتكلم دلوقتي عشان ما تجيش عليها هجمه مرتده. دي المهم ازاي نجيب الكره الثانيه كويس. بس اتفضل. هو عادل وجهه نظره ان انت من بدايه المباراه ما تعملش ضغط عالي من قدام، مش ضغط عالي اكتر ما يسيبش مساحات، ومش عايز كده. وعادل كمل عادل اتفضل. عادل بص يا كابتن عايز اقول لك حاجه، احيانا انا ممكن يعني بعمل عليك ضغط وانا مش عامل عليك ضغط، احيانا انا ببقى مهاجم ها وانا مدافع اصلا بس هي العمليه في ايه يا كابتن؟ اوقات المباراه بتتقسم وقت 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 وقت، ممكن خمس دقايق اعمل ضغط وارجع تاني، ممكن دقيقتين اعمل ضغط على حسب ما اشوف الفرقه قدامي شغاله ازاي. لكن هي الاستراتيجيه المباراه الواحده غير المباراتين غير الدوري غير انك بتلعب فاينل. حتى بيقول لك الفاينل ليه بيقولوا دايما الفاينل ما بيبقاش حلو؟ علشان هو تكتيكي بس اللي هو الحرص من الفريقين، الحرص والتكتيك طول الوقت انت شغال واقف علشان لما انت تخطأ واحده زي كابتن علي قال لك واحده طبعا بتخلص تخلص. هي دي اللي انا عاوزه كابتن اسامه اتكلم، واحده بتخلص يومك. اللعيبه كويسه النهارده احسن حاجه اتقالت ان لما يكون ست سبع لعيبه في يومهم مع فرقه يبقى يومك عسل وحلو وجميل. لما بيقل يعني لعيبه مثلا في فرقه من الفرق اللي لعبتنا في اخر وقت احنا كنا تسعة لعيبه كويسين في الملعب كسبت صح. مكسب كويس قوي صح. اللي هو الوداد مظبوط صح مظبوط. انت دلوقتي النهارده هديك مثال بسيط، كم واحد في يوم ومفيش مفيش بس كويس سليمان وليد ايه الاداء كان شكله كده صح. هي كده كره القدم، انت ازاي توصل انك انت هدفك. ولو فاكرين يا كباتن وانتوا كنتوا في الملعب مع هاريس لما جينا نلعب الفاينل هناك ودافعنا دافعنا في فاينل وتعادلنا 1-1 في ساحل العاج، جينا هنا احنا افتكرنا ان احنا هنلعب مهاجمين كان ماتشين دافعنا ماتشين عملنا ايه؟ دافعنا بس ده فكر مدير فني فكر بقى مدير فني هو ده موسيماني اللي هيعمل كده بس لكن هل هيكسب بسرعه؟ فكر موسيماني يا عادل مختلف كل الاختلاف. موسيماني مبدئيا بيبدا المباراه مش عايز يضيع وقت صح. هو عايز يبقى هو دايما المستحوذ، دايما هو الفاعل، دايما هو اللي دايما هو اللي عنده خطوره. لكن انا بتفق معاك ان باتشيكو حريص جدا وبيستنى ان هو يستنى حريص. اتفضل يا اتفضل حاجه بس طبعا كلنا شفنا ماتش الرجاء اتفضل ماتش الرجاء مع الزمالك الاخير الشوط الاول شفنا الشوط الاول الرجاء عمل نسبه استحواذ ازاي، كانت عامله ازاي تقريبا كان مستحوذ على في القاهره المباراه في القاهره الزمالك كابتن كسبان 1 هناك صح يعني دي حاجه ده بتاكد ان الكابتن عادل بيتكلم فيه ان الراجل عنده هدوء ومش مستعجل باتشيكو هي بص بس انا عايز اقول حاجه يا كابتن عادل اتفضل
وحصل حاجه الشوط الثاني طبعا لقينا الزمالك نزل ضغط عالي لا جدا. لا بس خلي بالك الرجاء بدنيا في الماتش وطمع وطمع بدري في الشوط الثاني لما جاب الجول بالظبط وبعد كده وقع بدنيا. وفي حاجه انا عايز اسال بس سؤال، ان اللعيبه لما يعني فاقت مره واحده كده ده كان يعني كان راي الراجل لا مش هقول مش الراجل ما بيتحكمش في الاداء. انا عايز هي دي حاجات لعيبه وظروف مباراه. بص يا بص بص يا هاني انا بتفق معاك ان الزمالك عمل اسوأ شوط الشوط الاول كبير قوي مع مع الرجاء شوط سيء صح. يعني الرجاء لو الرجاء لو في توفيق كان نهى المباراه لكن شوط اول سيء. لكن هنا بقى حرص اللعيبه وخوفهم وحسوا يا كابتن ان هم بيلعبوا في ملعبهم حرص حتى لو بره يا هاني هو حرص وخوفهم ان هم يخرجوا النهارده من البطوله عشان كده الاداء اتغير مش مدرب على فكره باتشيكو نفس اداؤه. اصل انا بتفهم مع عادل ان هو بص المدير الفني ما بيغيرش تفكيره خالص غصب عنك هتطبع عليك هتطبع عليك. موسيماني طول عمره لو رجعت لصن داونز يا اسامه دايما فريق هجومي بحت مظبوط كل كوره جنوب افريقيا كوره هجوميه صح. كلها فهو فكره مش هتغير وجه مع مع نادي النادي الاهلي نادي عظيم وكبير ما بيعرفش حاجه اسمها تعادل دايما بيكسب فهو الاثنين اتلاقوا صح عشان كده دي ساعدت اسامه في فكره بسرعه الناس يقول لك ده موسيماني ده عمل انجاز في وقت قصير ليه؟ ايوه لان الفكر واحد انا ما خدتش وقت صح. انا جيت لقيت لعيبه بتحب اللعب الهجومي عندهم استحواذ وده نفس فكري مظبوط يتناسب مع نفسك عارف لو عكست مثلا مش هيحصل طبعا لو جيت باتشيكو النادي الاهلي قابلني ايوه بالظبط هيتقابلوا ازاي؟ هتغير العقليه ازاي؟ مظبوط الفكر مش واحد هي دي بتفرق طبعا مزبوط. هو مش المهم هي مش المهم انك انت اسلوبك يبقى ايه؟ يعني علاء بيقول ده فكره مايل للهجوم اكتر وده فكره متحفظ شويه أيوة. هي الفكره مش في كده الفكره ازاي انت وانت بتهاجم أيوة. ما يحصلش عليك اخطاء دفاعيه تخسرك أيوة. لان دي هي دي هي دي الصعوبه أيوة. لكن انت تهاجم لازم تهاجم يعني ايوه باذن الله ان شاء الله نتمنى التوفيق النادي الاهلي. عموما هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم ارجوكم انتظرونا.